بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة خلوني أبدأ مع حضراتكم بخبر هام جدا. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات رسميا. الحقيقة أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري مهاجم نادي الإنتاج الحربي السابق لمدة 5 سنوات قادمة. أضاف أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين نحن عندنا انتقال ثلاثي فريق الشباب. الحقيقة قبل ما أتكلم عن انتقال ثلاثي الشباب وإيه اللي حصل خلال الفترة السابقة، أنا عايز أسأل حضراتكم سؤال أو أتكلم مع حضراتكم في حاجة هامة جدا. يعني إيه استثمار رياضي واستثمار فني؟ استثمار رياضي واستثمار فني. النادي الأهلي من وجهة نظري واللي إحنا شايفينه أن النادي الأهلي بيعمل أكبر استثمار رياضي في لاعبته واستثمار فني. الاستثمار الرياضي ده إزاي؟ إن أنا بودي كل اللاعبين اللي أنا مش محتاجهم ولكن أنا شايف إن هم لاعبين كويسين جدا، ممكن يكونوا شباب، ممكن يكونوا تحت السن في فرق الشباب المختلفة وفرق الناشئين المختلفة، بوديهم إعارات علشان يقدر النادي الأهلي يستفيد منهم من الجهتين. تخيل حضرتك إن أنت في النادي الأهلي خلال الفترات السابقة، هقول لحضراتكم أسماء بعض اللاعبين اللي استثمر فيهم النادي الأهلي من الناحية استثمار رياضي واستثمار فني. محمد شريف، صلاح محسن، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمد عبد المنعم. تخيل حضرتك كل هؤلاء اللاعبين اللي معظمهم دلوقتي بيلعب في النادي الأهلي وبيلعب بشكل أساسي وبيلعب في المنتخب الوطني، معظم هؤلاء اللاعبين في خلال ال3 سنوات اللي فاتوا إيه اللي حصل؟ كان دائما النادي الأهلي حريص، وكنا دائما بنقول الكلام ده والناس كانت بتقول لك الله هو النادي الأهلي بيطلع كمية الأعراض دي ليه؟ النادي الأهلي بيعمل الكلام ده ليه؟ دلوقتي حضراتكم لازم تبقوا عارفين إن إحنا عندنا إدارة كرة وإدارة تخطيط وإدارة تسويق رائعة في النادي الأهلي وتستحق كل الإشادة وكل الاحترام، طبعا على رأسهم الكابتن محمود الخطيب. لأنه كل هؤلاء اللي تخيل حضرتك لما تيجي تتكلم عن محمد شريف، محمد شريف ده كان لاعب لجنة التخطيط وإدارة الكرة في النادي الأهلي شافت أنه هو لاعب جيد جدا ورائع، ولكن محتاج شوية أن احنا نثقل ناحية فنية عنده شوية، فراح لعب في إمبي، رجع النادي الأهلي تاني بقى هداف الدوري العام. تخيل حضرتك أكرم توفيق نفس الكلام. تخيل حضرتك لو أنت كنت عايز تشتري دلوقتي محمد شريف كنت هتشتريه بكام؟ كنت هتدفع ملايين الفلوس علشان تقدر تشتري محمد شريف مرة تانية، ولكن رؤية رائعة. الحقيقة أنا بأهني إدارة النادي الأهلي، إدارة الكرة في النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب وإدارة التعاقدات اللي في النادي الأهلي، لأنه اللي بيحصل في النادي الأهلي من استثمار رياضي واستثمار فني حاجة رائعة جدا. اللي حضرتك عايزه بترجعه تاني بيلعب في فريق النادي الأهلي، النادي الأهلي بيكسب بيه بطولات على الرغم. وخد بال حضرتك هي الفلوس اللي أنا جبتها عشان أجيب لاعبين كبار بأسماء كبيرة جدا في الميركاتو اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده، ليه؟ إزاي؟ لأنه أنا وديت لعيبة برة خدت منهم فلوس. اللاعبين اللي أنا وديتهم دول، الإعارات اللي أنا وديتها دي كلها أنا خدت منهم فلوس اللعيبة دي، فبالتالي وبعد كده بعد ما خدت منهم الفلوس راحوا لعبوا سنة أو اتنين في أندية أخرى وبعدين رجعوا النادي الأهلي، يبقى أنا وفرت فلوس في أن أنا أشتري لعيب، رجعت اللعيب بتاعي بعد ما استثمرت فيه فنيا داخل الملعب خلال السنتين اللي فاتوا في النادي اللي هو بيلعب فيه. النادي اللي هو بيلعب فيه استفاد، اللي هو زي إمبي في حالة محمد شريف، زي الجونة في حالة أكرم توفيق، زي سيراميكا كليوباترا في حالة أحمد ياسر ريان، وفي نفس الوقت اللاعب رجع لي نجم وأصبح هداف الدوري العام المصري.
فانا اصبح عندي فلوس، انا سيف او وفرت فلوس علشان اقدر اجيب واحد زي بيرستاو، واحد زي مكسيكوني، واحد زي بقيه اللاعبين اللي احنا تعاقدنا معاهم او النادي الاهلي تعاقد معاهم. الناس مبسوطه جدا باللي حصل في التعاقدات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، واعتقد ان الاربع او خمس تعاقدات بمصطفى البدري دلوقتي، خمس تعاقدات مع 25 او 30 نجم، اعتقد ده شيء رائع جدا. وانا شخصيا شايف ان احنا يعني النادي الاهلي يكتفي بهذا الشكل، لان احنا الخمس لاعبين مع نجوم اللي موجوده في الفرقه، لا انت بسم الله ما شاء الله عندك فريق كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه. فالحقيقه طيب هكمل مع حضراتكم الكلام ده، ولكن معايا كابتن امير توفيق طبعا مدير التعاقدات في النادي الاهلي. يا كابتن امير ازي حضرتك؟ والحقيقه الف مبروك على التعاقدات الاخيره للنادي الاهلي، ويعني جهد رائع وكبير جدا من حضرتك. كابتن اسلام ازي حضرتك، الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. والحقيقه انا بحييك وبأحيي المجموعه اداره الكره. الحقيقه انا لسه كنت بتكلم في هذه النقطه، حاجه رائعه جدا جدا جدا، استثمار رياضي واستثمار فني على اعلى مستوى. قبل ما اسالك بقى في الاسئله الاخرى يا امير. الحمد لله يا كابتن، يعني زي ما حضرتك قلت كده، انا سمعت الانترو اللي حضرتك قلتها من شويه، يعني شبه لخصت التوجه العام بتاع النادي رايح لفين. يعني ايوه، فكره ازاي تستغل لعيبه النادي الاهلي الموجودين الصغيرين اللي ممكن ما يكونش في مكان النهارده في الفرقه، ازاي بتطلعه بره في مكان يكون بيئه مناسبه انه يلعب فيها بشكل كويس، بيرجع لك بعد كده يكون دور مع الفرقه، والامثله واضحه عندنا في اخر سنتين مع النادي. نعم. ان شاء الله كده تكون يعني، وفي الاخر حتى كده استفاده فنيه ان هو يرجع لك في النادي الاهلي يستفيد، واستفاده ماليه ان انت مع الوقت بتقلل الصفقات شويه، خلاص تبقى الامور كلها معتمد على ولاد النادي او لعيبه النادي الصغيرين، والصفقات تبقى في هذه الحدود، وفي نفس الوقت برضه استفاده ماليه ان بيطلع اعاره بفلوس كويسه فبتساعد النادي برضه ماليا. يعني اعتقد ان معظم اللعيبه اللي حضرتك او النادي الاهلي طلعهم خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، النادي الاهلي استفاد بيهم من الناحيتين، من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه. انت بتستفيد ماليا بان انت بتطلع اللعيب، فبالتالي انت دلوقتي لما تحب تجيب لعيب من الدوري الانجليزي زي ما عملت مع بيرستاو، بتقدر تدفع له اللي هو عايزه فيما يتوافق طبعا مع السياسه الماليه في النادي الاهلي، وبتقدر تدفع له لان انت موفر من وجود هؤلاء اللاعبين ومن الاعارات اللي حضرتك عملتها. طبعا يا كابتن، بص الموضوع زي ما قلت لك، الموضوع ليه كذا شق. فكره الفلوس او الدخل او مدخول النادي من قطاع الكوره عامه، في جزء منه بيكون ليه دعوه بالاعارات اللي بنطلعها بنكسب منها ماليا، جزء تاني ان حتى ممكن تجيب صفقات ممكن تكون حتى اسعارها غاليه شويه، بس بتعوضها انك بتجيب بطولات، البطولات دي برده بتديها مكافئات ماليه كبيره. طبعا الكلام ده كله بيساعدك ان انت النهارده في استقرار مادي ومالي في الفرقه او في قطاع الكوره، فبيساعدك انك تعمل عقود بشكل محترم، بيبقى عندك التزاماتك الماليه مع اللاعبين كلها في وقتها. النهارده احنا كل عقودنا النهارده دلوقتي مع الانديه كلها في الصفقات كلها بالقسط. يعني احنا السنه دي في الويندو ده من غير طبعا تفاصيل ماليه كتير مع الانديه اللي معاهم، مفيش ديل خلصناه كاش. ايوه، كل حاجه كانت بالرصد. وده طبعا جزء منه ان احنا علاقتنا كويسه مع الانديه طبعا محليا، حتى علاقتنا كانت مع سيمبا علاقه مميزه جدا، الناس كانوا في ميكسوني كان التعامل كله كان فيه احترام جدا. لما كنا في انجلترا مع بيرستاو الناس متفاهمين ان في كورونا وفي وضع اقتصادي حتى دولي، فالنهارده فكره القسط تدفع على سنه او سنتين او ثلاث سنين بيديك برضه براح مالي انك بترحل التزاماتك الماليه على فتره كبيره مش فتره صغيره. ايوه، فدي كلها حاجات بتساعد انك عندك زي ما بيقولوا كده الكاش فلو او بتاع النادي دايما الحمد لله بيساعدك ان انت تشتغل براحتك ويكون عندك شويه براح فيها. قبل برضو ما اروح للصفقات، عايز اسال حضرتك على ثلاثي الشباب اللي تم اعارتهم للانديه، بعض الانديه التشيكيه، ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو. اعتقد النادي او ان النادي الاهلي يستطيع ان يصل او يتوصل لاتفاق مع احد الانديه التشيكيه وان انت تطلع ثلاثه من الشباب، اعتقد ان ده شيء رائع جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله كابتن مش هيكون دي الوحيد، احنا عندنا دلوقتي بنتكلم مع بعض الانديه الاخرى في اسكتلندا. ايوه، وسلوفاكيا والتشيك وبلجيكا.
ان احنا نبدا نطلع اللعيبه، واللعيبه اللي طلعوا اوريدي دلوقتي في تريك بيتبص عليهم من بلاد ثانيه، دوريات اقوى شويه. فالفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا النهارده زي ما استفدنا من اعراض داخليا، نعم. بنستفيد اكتر من اعراض خارجيا. انت النهارده ان برضو بره ممكن تكون الكوره هناك ممكن تكون متقدمه شويه مثلا عن الدوري المصري شويه في اوروبا. الكشافين اللي هناك فمحتاجين كمان مختلفين عن هنا. بالظبط كده. فعندنا مثلا مثل واضح، طبعا ده كان قبل ما احنا نكون موجودين لما خرج من النادي، وكان الموضوع ما كانش خرج متنظم قوي، كان احمد عبد القادر. نعم. احمد رجع من تشيك ما شاء الله، لو حتى تابعت يعني شكل جسمانيا مختلف حتى تماما، جسمانيا مظبوط. واحد تاني. نعم. فدي حاجه بتساعدنا جدا ان احنا النهارده اللعيبه بتوعنا اللي طلعوا في دلوقتي بنتابعهم وبنتواصل معاهم اول باول على طول. وفي على فكره في سكاوت بص عليهم في اوروبا دلوقتي بيتابعوهم، عشان في الاخر زي ما قلت لك زي ما عملنا اشتغلنا مع اللعيبه المحليه في فكره الاعراض، اللعيبه اللي طلعوا في انديه اوروبيه برضو عندنا استفاده منهم ماليا، ان هو بعد كده لو ربنا كرمهم وكملوا في اوروبا بتكسب منهم ماليا في كل ترانسفير بيعملوه. فدي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. والحاجه الثانيه ان هو ممكن اللعيبه دول يرجعوا لك بعد كده في النادي يكون عمل احتكاك محترم في اوروبا، ففنيا وجسديا وكل حاجه اللعيب بيختلف، حتى الفكر نفسه بيختلف. فدي حاجه برضه في معانا جدا قدام. ومن هنا اعتقد ان دور اداره كره القدم والعين الخبيره اللي موجوده عندنا في اداره كره القدم بتشوف اللعيب اللي النادي الاهلي بيستفيد منه وبيبقى موجود، زي مثلا ما اتكلمنا عن محمد شريف، زي ما اتكلمنا عن اكرم توفيق، زي ما اتكلمنا عن احمد ياسر ريان، زي ما اتكلمنا عن احمد عبد القادر وكل هؤلاء اللاعبين. امير، بص يا كابتن اسلام، احنا عندنا في كره القدم لجنه تخطيط بالتنسيق مع كابتن الخطيب، الناس شغاله بشكل منظم جدا وكل حاجه ليها وقتها. نعم. احنا في وقت من الاوقات ممكن يكون مثلا بعض الاصابات بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل مثلا في لعيب معين، لا الاداره بتكون عارفه ان احنا اللعيب ده توقيته في وقت تاني مش دلوقتي. فكل حاجه ليها نظام. احنا انا مره ومرات من فتره كبيره قلت احنا الويندو الجاي النادي الاهلي عارف هو عايز ايه، بالظبط. الويندو اللي بعده الاهلي عارف هو عايز ايه. فالنادي الاهلي يعني اللجنه والكابتن خطيب مع الجهاز الفني كل حاجه واضحه من بدري. احنا النهارده الحمد لله احنا اعلنا على 5 صفقات جميعهم قبل اصلا ما يفتح الاعداد، فاهم قصدي؟ فمعنى كده ان في شغل اوريدي متحضر من قبلها والنادي عارف هو عايز ايه. ففي نظام موجود في النادي، النادي عارف احتياجاته من بدري الحمد لله، واحنا لبينا كل احتياجاتنا في الصيف ده. واحنا ان شاء الله ان شاء الله برضو بتكلم حاجه في القصه دي، ان احنا كده خلاص قفلنا الصفقات، تمام. احنا كده تركيزنا كله منصب على ان احنا نبدا الفرقه تبدا فتره اعداد ان شاء الله بالقوام الجديد بتاعها. دلوقتي تركيزنا ممكن يكون اكتر في بعض اللعيبه النهارده عندهم عروض، اعراض من الدوري المصري، بنتكلم مع بعض الانديه بنشوف ممكن اللعيبه تطلع الفتره الجايه عامله ازاي. فده يعني ده المبدا العام بتاعنا الفتره دي، احنا خلاص الصفقات خلاص احنا لبينا كل حاجات الجهاز الفني واحتياجات النادي. فاتمنى ان الجمهور والناس تساعدنا ان احنا خلاص نقفل الكلام ده خالص. احنا عشان كده ان خلاص ده قفلنا القصه دي خالص. يعني احنا ابتداء من النهارده ال5 صفقات اللي النادي الاهلي تعاقد معاهم هما الصفقات اللي هيبدا بيهم النادي الاهلي الموسم القادم، خلاص من هنا او من الوقت ده تحديدا احنا قفلنا موضوع الصفقات وبنبتدي نتكلم في فتره اعداد الفريق الاول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. بالظبط، يكون في تركيز، عندنا بدايه موسم جديد، بدايه دوري جديد، بطوله افريقيا، لازم يكون التركيز كله مصب في وعندنا كاس العالم للانديه ان شاء الله. سوبر افريقي طبعا. في بعض البعض في بعض الاعراض اللي ممكن تكون موجوده مطلوبه من النادي عندنا، دي بيتم بحثها مع اللعيبه ومع الانديه اللي بعتت لنا عروض عشان اعرف اللعيبه. نعم. في امور يعني ده حاجه ثانيه مختلفه عن الصفقات يعني. لكن بالنسبه للصفقات خلاص الموضوع انتهى، ولكن من الممكن ان نرى اعارات تخرج من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه لانديه اخرى. بالظبط. صح كده؟ تمام. طيب خلينا نبدا في الصفقات، 5 صفقات استطاع النادي الاهلي ان هو يعمل الحقيقه او يلبي رغبات الجهاز الفني للنادي الاهلي. برضو علشان كل الناس تبقى فاهمة الموضوع، احنا مؤسسة النادي الاهلي دائما بتعمل بهذا الشكل، النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي بيضع رغباته وبناء عليه بيتم الاتفاق عليها مع لجنة التخطيط، وبناء عليه حضرتك كإدارة تعاقدات بتتحرك على هؤلاء اللاعبين، مظبوط كده؟ معلش كده الخط قطع اخر معايا واخر شويه، ممكن تقول هي معلش؟ بقول لك سياسة النادي الاهلي او مؤسسة النادي الاهلي دائما
ما بتلبي رغبات المدير الفني. ازاي؟ المدير الفني بيضع رغباته وبيتم الموافقه عليها من لجنه التخطيط، وبالتالي بتتحرك لجنه التعاقدات لانهاء هذه الصفقات. هي دي السيركل اللي بنمشي بيها داخل النادي الاهلي. بص يا كابتن، الموضوع في طريقين بنشتغل بيهم وحسب الفتره، كل حاجه وليها وقتها. نعم. بنشتغل لا في النادي، لا بيكون في توجه للنادي، توجه زي عارفي لونج تيرم بلان وشورت تيرم بلان. تمام. النادي النهارده عارف ان هو عنده احتياجات في مراكز معينه في الفتره الجايه. مثلا في بعض المراكز انت عارف كمان سنه او سنتين هتكون محتاج حد في المكان ده. نعم. فبتقدر من بدري كل احتياجات النادي كنادي اهلي عامه بشكل عام في المركز. مظبوط. المدير الفني ساعات بيكون ليه بعض الرغبات بيتم التنسيق فيها مع لجنه الكوره وكابتن خطيب واداره التعاقدات. نعم. فهي ميكس، يعني هي المدير الفني مش قرار لوحده ان هو بيقرر حاجه زي كده. طبعا. بشكل عام عندنا توجه عام للنادي، والمدير الفني بيكون جزء من التوجه العام ده، وبيكون في الاخر التنسيق بين الطرفين عشان نوصل لاحسن شكل لقوام الفرقه. تمام. مؤخرا او دلوقتي احنا اعلنا عن التعاقد مع مصطفى البدري كصفقه خمسه للنادي الاهلي خلال هذه الفتره، بعيدا طبعا عن اللي رجعوا من الاعاره، انا بتكلم عن الخمس صفقات اللي جم من خارج النادي الاهلي. مصطفى البدري وصلتوا في ايه لهذا الموضوع، وكيف كان او كيف اصبح مصطفى البدري لاعبا في النادي الاهلي؟ مصطفى من اللعيبه اللي كانوا خرجوا من النادي من حوالي سنتين ونص. في الفتره دي هو اتطور بشكل ملحوظ وعمل موسمين محترمين جدا في الدوري المصري، خصوصا الموسم الاخير. احنا يعني شفنا ان هو ماليا ممكن يكون القصه دلوقتي بالنسبه لنا عرض يكون مناسب، يكون عرض الولد ناخده دلوقتي في التوقيت الحالي. نعم. ونستثمر فيه برضه ونشوف ان القصه عنده عامله ازاي، تكون القصه برضه بشكل. الو 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 يا امين. تمام. اتفضل اتفضل يا امين. فدلوقتي فبقول لك ان احنا شفنا النهارده مصطفى ان احنا ازاي نستغله ونشوف هو النهارده يكون مع النادي الاهلي. بعد كده الخطوه الجايه ان هو يطلع اعاره الفتره الجايه. نعم. ويكون بالنسبه لنا ان احنا ازاي نستفيد فيه ماليا الفتره دي برضه. تمام. ونتفرج عليه في الدوري المصري اكتر ويحتك اكتر في الدوري المصري عشان ان شاء الله يكون له معانا الفتره الجايه بعد كده. طيب اذا مصطفى البدري هو لاعب في النادي الاهلي وستتم اعارته خلال الفتره القادمه لاحد الانديه داخل مصر او خارجها. داخل مصر ان شاء الله. داخل مصر الفتره القادمه. احد الانديه اللي هتكون هتساعده واحنا شايفين ان هي هتكون مناسبه جدا للفتره الجايه. وده في اطار الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني في اللاعبين داخل النادي الاهلي، خصوصا اللعيبه الصغيرين اللي احنا بنجيبهم علشان نستفيد منهم خلال الفترات القادمه سواء في الملعب او من الناحيه الماليه. بالظبط يا كابتن. بص انت النهارده اتفرج على يعني ما شاء الله قوام الفرقه النهارده عامل ازاي. احنا قوام فرقه النادي الاهلي ما شاء الله من اقوى الفترات اللي مزبوط. ممكن يكون سكواد متكامل للفرقه. في كل مركز عندك من اثنين لعيبه يشيلوا الفرقه. تمام. فالنهارده لما مثلا فكره مثلا بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا هو امكانياتهم كويسه جدا ويكونوا فنيا ليهم مستقبل كويس قوي، بس النهارده ممكن لو جه دلوقتي مع فرقه عندنا يكون ما يلعبش ما ياخدش وقت لعب كتير. مظبوط. فدي حاجه بالنسبه لنا لازم ان احنا نفكر فيها ان ازاي اللعيب ياخد دقائق لعب اكتر ويكون يظهر بشكل اكبر وياخد خبرات اكتر عشان بعد كده يجي عندنا يكون الفرقه فعال، ما يكونش بس ان هو قاعد. مظبوط. يقور الصفحه الجايه. وخلي بالك الجمهور واثق في اللي حصل لانه شافه قدامه، شافه في اكرم توفيق، شافه في محمد شريف، شافه في احمد ياسر ريان، شافه في احمد عبد القادر، فبالتالي ان حضرتك تجيب لعيب زي مصطفى البدري مقتنع كاداره تخطيط او كاداره كره في النادي الاهلي ان هو يبقى موجود معانا الفتره اللي جايه ولكن نشوفه اكتر بره يستفيد منه النادي اللي هيروح يلعب فيه وانا اقدر اعوض جزء مالي من اللي انا دفعته، وفي نفس الوقت الولد نفسه او اللاعب نفسه بيتطور من الناحيه الفنيه. بالظبط بالظبط. كابتن هو حاجه ثانيه برضه، ما انت النهارده في ناس تقول الاهلي غلط ان هو ساب مصطفى رجعه بعد سنتين. تمام. هو انا مش عيب ان احنا نعمل حاجه زي كده. فاهم قصدي؟ اللي بيحصل في العالم كله ان في لعيبه بيتطوروا بشكل سريع جدا، فانا بدل ما استنى كمان سنتين او ثلاث سنين يكون سعره وصل لرقم كبير جدا، لا احنا ممكن ناخده بسعر منطقي دلوقتي ويبقى معانا. فاهم قصدي؟ بتحصل في العالم كله ما فيهاش مشكله خالص يعني. مظبوط.
طيب خلينا بقى نروح لبقيه الصفقات، بيرسيتاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن ومصطفى فؤاد، اربع صفقات من العيار الثقيل. الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي متوسم في هذه الصفقات الخير خلال الفتره القادمه. عايز اعرف منك برضو الاربع صفقات دول، يعني اصعب صفقه بالنسبه لك كانت ايه؟ لا كلهم صعبين، بس طبعا اصعب صفقه كانت تاو من برايتون. من برايتون طبعا صفقه صعبه جدا جدا. برايتون كان الموضوع كان صعب، يعني تاو نفسه الموضوع كان معاه، كان رايح جاي شويه في الاول، وان ازاي يكون ليه دور ان هو، او ازاي يفكر ان هو يرجع مصر. ودي كان موسيماني صراحه كان مساعدني فيها بشكل محترم. ودي مثل برضه مثل النادي، ان انت النهارده مثلا كابتن خطيب عارف كل واحد عارف دوره في النادي، فاهم قصدي؟ مدير الفني له دور، كابتن سيد مدير الكوره له دور، مدير التعاقدات له دور. بس في وقت معين الكابتن مثلا لو شايف ان ممكن المدير الفني يساعدني في حته معينه فبيسقط فيها، فاهم قصدي؟ ده حصل مع تاو. بس طبعا الكلام مع برايتون هو اللي كان صعب جدا. الكلام مع برايتون خد وقت كبير، خد اكتر من شهر ونص. يعني هم كانوا متمسكين بيه ومش عايزينه يمشي. الفيديو كان في ارقام كانت كبيره قوي في الاول، وكانت صعبه، وفي الاخر الولد اتكلم معاهم واحنا اتكلمنا معاهم وقعدنا فتره كبيره يعني، لغايه ما في الاخر وصلنا الارقام وطريقه الدفع مناسبه يعني. ولكن السؤال ده اعتقد انت اتسالته كتير، ان انت يعني لاعب يجي من الدوري الانجليزي للدوري المصري بتبقى برضو بالنسبه للناس، ناس كتيره سالت ان يعني انت عشان لاعب يسيب الدوري الانجليزي ويجي الدوري المصري بتبقى الامور صعبه شويه. بص يا كابتن، طبعا بنسبه كبيره، بس برضو اللعيب النهارده واحد زي تاو داخل على 28 سنه، عارف النادي الاهلي افريقيا عامل ازاي بالظبط، وعارف النادي الاهلي هيساعده في المنتخب ازاي وهياخد اي لعبه اكتر، وعنده كاس عالم انديه. الحاجات دي كلها كانت مخبره له في الفتره الاخيره. فالنهارده هو حتى كان بيكلم، هو كان عنده عرض من الخليج مثلا تاو الفتره الاخيره، كان عنده عرض من عرضين من بلجيكا، بس في الاخر هو فضل يكون موجود في الاهلي. وده مش كلام، مش بقول كلام، انا عارف بحسن بيه الموضوع، ده الواقع اللي موجود فعلا. النهارده الاهلي في افريقيا الناس عارفه الاهلي رقم واحد في افريقيا. في المنطقه العربيه برضو الاهلي كاسم رقم واحد، كبطولات رقم واحد. فطبعا هو اسم جاذب لاي لعيب يكون موجود فيه. وده فرق كتير في وجود تاو خلال الفتره القادمه. طيب على الجانب الاخر، لويس ميكسوني واحد من اللاعبين الجيدين جدا، وظهر مع النادي الاهلي بشكل مع او ضد النادي الاهلي في مباراه سيمبا بشكل رائع جدا. برضو لو تشرح لنا ايه اللي حصل في هذه الصفقه. لويس كان اشتغل مع موسيماني قبل كده في سان داونز. موسيماني كان عارفه، كان كل تعليقه ان هو كان اللي بيطلعه اعاره كل شويه عشان يكسب خبرات اكتر، زي ما احنا بنعمل كده مع اللعيبه عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. بعد كده لويس كان رفض الاعاره، كان عايز يطلع يلعب بشكل اكبر، يعني يظهر بشكل اكتر من وقتها. لغايه ما لعب في سيمبا واتطور ونضج كده الفتره الاخيره. فموسيماني بيتكلم ان هو حافظه، لويس لعيب كويس جدا، لعيب باللفظ، وكان بيقول دايما ان هو لعيب جعان كوره. هتلاقيه دايما حتى هو اجريسيف، طريقه لعبه نفسها اجريسيف، احتفاله بالاجوان اجريسيف، ده طريقته جدا كده. بيلعب يمين وشماله، بيلعب الوينجين يمين او شمال زي بعض بالظبط. فدي حاجات في الوان تو وان عنده كويسه جدا. فكان موسيماني كان مركز معاه جدا، هو كان عايز يكون موجود. واحنا لما قعدنا تابعناه بشكل كويس الفتره الاخيره برضه، مشينا في اتجاه ان هو فعلا لعيب مميز ولعيب ممكن يكون اضافه لينا ان شاء الله. حسام حسن ومصطفى فؤاد، حسام حسن صفقة أكثر من رائعة الحقيقة، ومصطفى أيضا صفقة أكثر من رائعة، كريم فؤاد أنا آسف، صفقة أكثر من رائعة. وبالتالي برضو الصفقتين دول بما أنهم صفقات داخلية وتم الإعلان عنهم خلال الفترة السابقة، إيه اللي حصل فيهم؟ نبدأ بكريم. إن هو كان الأول كريم إحنا كنا عايزين نجيبه من حوالي سنة. وحصل كلام عن نادي النجوم، وحصل كلام عن نادي ام بي ان احنا كنا محتاجين كريم يكون معانا من الموسم اللي فات. لكن كان عنده لسه كمان موسم اعاره مع نادي ام بي، فالموضوع ما فيش زي ما احنا كنا عايزين قوي. فصبرنا لغايه ما يخلص الموسم واتكلمنا كان مع نادي النجوم، وكريم طبعا كان عنده رغبه كبيره في موسم الاهلي، وكان حصل كذا كلام برضه من بعض الانديه الاخرى، لكن كريم كان قافلها خالص.
كان عايز يكون معانا، فالموضوع مع كريم ما خدش وقت كبير قوي. ومع النجوم ممكن يكون خد شويه وقت برضه في المفاوضات، لكن مع كريم نفسه الموضوع كان سهل جدا، مش مشكله خالص يعني. حسام حسن حسام برضه نفس الكلام، كان الكلام برضه في الاول مهندس موحه، كان خطيب طبعا مع المهندس فرج عامر، علاقتهم علاقه محترمه جدا، علاقه فيها احترام متبادل، فالموضوع برضه تفاوضيا ما خدش وقت كبير خالص مع النادي. وحسام نفسه كان عايز يكون موجود معانا، كان عنده بعض عضو انديه الاخرى برضه، وكان بيكلموا كتير قوي، لكن هو في الاخر رفض كل حاجه وقال لهم لا انا في النادي الاهلي. تمام. طيب خلينا نروح لبعض الشائعات اللي حصلت خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا تحديدا عن طاهر محمد طاهر وإعارته، وعن حسين الشحات وبيعه لأحد الأندية في السعودية، وعن محمد الشناوي ونادي النصر السعودي. نقدر نقول إيه في الثلاثة دول؟ بص يا كابتن، في اشاعات كتير طلعت، انا في اشاعتين طلعوا على طاهر محمد طاهر ده بدري بانون، كانوا اشاعتين وبدر بانون طبعا. مش منطقيه، اشاعتين حاجه تضحك يعني، ان مش حاجه منطقيه خالص احنا نتكلم فيها اصلا، ان هم يطلعوا اعاره دلوقتي. بدر اللعيبه اللي في المكان في المكان ده في افريقيا، لعيب محترم، شخصيه محترم جدا. طاهر نفس الكلام برضو، لعيب بروميسنج جدا، هيبقى من اللعيبه المحترمه في الكره المصريه، وشخصيه نفس الكلام برضه، حاجه لايقه على النادي الاهلي، فطبعا مفيش كلام ده خالص. حسين الشحات كان عنده عرض فعلا من احد انديه السعوديه، نادي الحزم، كان عرض اعاره لمده سنه، لكن كان في تمسك من لجنه التخطيط والمدير الفني ان هو يكون موجود معانا ما يطلعش، ايوه. وحسين تقبل الكلام ده بمنتهى يعني منتهى الجمال، عارف اللي هو ما بالعكس كان ولا وصل الموضوع بشكل مالي ولا حاجه، كان مقدر النادي رافض عشان النادي عنده حسابات فنيه، فما كانش عنده مشكله خالص حاجه زي كده يعني. الشناوي ما كانش حاجه خالص ليه من بره، نعم. الكلام اللي اتقال كله في الاعلام كلام كلام كله مش حاجه رسميه، لو كان في كلام اتقال لكن حاجه رسميه جت النادي الاهلي محمد الشناوي ما كانش فيه خالص يعني. تمام. طيب خلينا نروح لمنطقة أخرى برضو، أليو ديانج وكلام كتير عن أحد الأندية في تركيا، أعتقد بشكتاش أو جلطة سراي، واحد من الأندية، جلطة سراي واحد من الأندية الكبيرة في تركيا. هل من الممكن أن يكون هناك شيء خلال الفترة القادمة في هذا الأمر؟ بص يا كابتن، احنا من بدري لما كنا بنتكلم على ديانج من اللعيبه المميزه جدا اللي احنا شايفين ان احنا ممكن يكون في استثمار مالي بعد لما خلاص احنا فنيا انا مش كويس قوي، فممكن ماليا يكون في استفاده، ما عندناش اي مشكله خالص. لكن في الاخر احنا جالنا عرض فعلا في جلطه سراي، وحصل كلام معاهم كتير قوي في القصه دي، بس في الاخر احنا عندنا يعني حد ادنى نعم عشان نقبل عرض لأليو ديانج، وللاسف النادي جلطه سراي ما وصلوش، فلغايه دلوقتي هو معانا. لغاية هذه اللحظة أليو ديانج مكمل في النادي الأهلي. طيب بالنسبة لمروان محسن والأجاي، لا لسه كل حاجة في وقتها يا كابتن، إن شاء الله يعني موجود موجودين معانا في كده خالص، وربنا يسهل كل حاجة في وقتها. إذا الفريق أو يعني الشكل اللي قدامنا ده هو الشكل اللي إحنا هنقدر نمشي بيه خلال الفترة القادمة، أو هم دول اللي هيبدأوا فترة الإعداد يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله يعني. إن شاء الله. تمام. يعني أمير أنا بشكرك جدا، كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. والحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا في الوقت المناسب بيتم كل حاجة حضراتكم عايزين تعرفوها بتعرفوها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، ومن خلال مدير التعاقدات في النادي الأهلي اللي بيتكلم زي ما حضراتكم شفتوا، شخصية محترمة، إنسان عارف بيتكلم إزاي وعارف بيقول إيه، عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، وعارف بيتكلم في معظم اللاعبين إزاي. فزي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا جدا فيما يخص الصفقات، وأهم حاجة خدناها في هذا الأمر هو موضوع الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني. الفلوس اللي حضرتك هتاخدها من معظم اللعيبة اللي حضرتك أعارتهم، النادي الأهلي أعارهم خلال الفترة اللي فاتت، وفرت لك مبالغ جيدة جدا عشان تقدر تتفاوض مع أسماء كبيرة تقدر تساعدك خلال الفترة اللي جاية. وزي ما حضراتكم شفتوا إن هناك خطة طويلة الأمد مع النادي الأهلي، أو بيعتمد عليها النادي الأهلي إن هو يعتمد على أكبر عدد من أبنائه خلال الفترة القادمة، وهو ده الاستثمار الفني اللي إحنا بنتكلم عليه. كلمة الاستثمار الفني هي كلمة مش هتلاقوها درجة، محدش بيتكلم فيها كتير، ولكن النادي الأهلي دائما زي ما هو بيكون الأول في كل شيء بيبدأ في هذه الأمور
ويكون الاول في كل شيء. وكابتن خطيب بيجيب جون كده دايما يعني، ما زال بيجيب جوان لغايه دلوقتي الحقيقه، وهو في كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لانه عنده مجموعه عمل الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين، كلها اسماء محترمه، كلها ناس محترمه، لجنه تخطيط الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف، مدير قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو، مدير كوره كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن امير توفيق في اداره التعاقدات، الحقيقه مجموعه عمل عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه، سواء للفتره القريبه القادمه او للفتره البعيده زي ما حضراتكم سمعتوا من كابتن امير توفيق. عموما دي كانت كل الاخبار فيما يخص فريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، كلام مهم جدا وكلام الحقيقه واضح وصريح، واضح وصريح ومنتهى الصراحه. كلم امير توفيق وقال فلان كذا فلان كذا، ده كذا ده كذا ده كذا، اتكلم بمنتهى الصراحه وقال ان مصطفى البدري هيجي او جه النادي الاهلي واصبح لاعبا في النادي الاهلي وستتم اعارته خلال الايام القادمه. كلام مهم جدا، انا بشكر جدا الحقيقه كابتن امير توفيق على وجوده معانا وعلى كل هذه المعلومات والتوضيحات. زي ما قلت لحضراتكم في الوقت المناسب تقدر تشوف قناه النادي الاهلي وتعرف ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي من خلال مسؤولي النادي الاهلي، ولكن دائما في الوقت المناسب. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندي كلام هام جدا فيما يخص منتخبنا الوطني والمدير الفني القادم للمنتخب الوطني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. امس زي ما قلت لحضراتكم امبارح بالليل كان في اجتماع كبير جدا او مهم جدا ما بين كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم وكابتن حسام البدري. انتهى هذا الاجتماع الى طلب الكابتن احمد مجاهد من الكابتن حسام البدري تقديم استقالته، ولكن الحقيقه كابتن حسام بعد ما تم الاتفاق ما بين كابتن احمد مجاهد وكابتن احمد حسام على ان الكابتن حسام هيتم هيقدم استقالته، كابتن حسام بعت لكل الصحفيين ان هو رفض الاستقاله وسيكمل مشواره مع المنتخب الوطني. بعدها على طول طلع قرار رسمي باقاله الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي عشان تبقوا حضراتكم عارفين ان الاقرب لقياده المنتخب الوطني حتى هذه اللحظه هو مستر نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. بغض النظر بقى احنا يعني موافقين على هذا الكلام ولا مش موافقين، انا بقول لحضراتكم ايه الاقرب في ما يدور في اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم. ولكن لما لقوا ان هناك غضبة جماهيرية كبيرة على وجود مستر نيلو فنجادة ابتدى يتحط اسم مصري آخر مع نيلو فنجادة خلال الفترة القادمة، وسيتم الاتفاق ما بينهم خلال الأيام القادمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن نيلو فنجادة بعدما اتخذ اللجنة الثلاثية القرار بإقالة الجهاز الفني كان نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم هو الأقرب لقيادة المنتخب الوطني لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني آخر. ولكن كان هناك غضب كبير لأن نيلو فنجادة الحقيقة من الناس اللي السي في بتاعها قوي وكل حاجة، ولكن بقاله فترة طويلة جدا لم يحقق نجاحات على الأرض. وهنا انتفض أيضا جمهور السوشيال ميديا والجمهور المصري في كل مكان، وابتدت اللجنة الثلاثية أن هي تعيد التفكير مرة تانية. ولكن أيضا كان هناك اتجاه في السوشيال ميديا ان كابتن حسام حسن نفسهم ان الكابتن حسام حسن يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. ولكن ايضا اللي عايز اقوله لحضراتكم ان السباق الان ما بين نيلو فنجاده المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم وكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الاسماعيلي، هو ده السباق قائم الان ما بين فنجاده وما بين كابتن ايهاب جلال. الاقرب او كان في تفكير اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد أن يكون هكتور كوبر مديرا فنيا للمنتخب الوطني، لأن هكتور كوبر عارف العقلية المصرية، ده الكلام اللي هم اللي بيتكلموه مع بعض، أن هكتور كوبر عارف العقلية المصرية وعارف
وكان عنده تجربة ناجحة جدا هنا، سواء بالوصول إلى نهائي أفريقيا بعد غياب طويل، ثم الصعود إلى كأس العالم لتاني مرة أو لتالت مرة بعد مدة طويلة جدا من 1990 صعدنا 2018، وبالتالي كان كوبر هو الأقرب للقيادة الفنية لغاية لما تم الاتفاق على نيلو فنجادة. وزي ما قلت لحضراتكم دلوقتي التنافس ما بين نيلو فنجادة وكابتن إيهاب جلال، من سيكون المدير الفني للمنتخب الوطني؟ من وجهة نظري والأقرب، أو معلومة أنا آسف هي مش وجهة نظر، أن نيلو فنجادة. وليه نيلو فنجادة؟ هقول لحضراتكم، لأنه نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وفي نفس الوقت هو بيقبض من الاتحاد المصري، هيبقى مدير فني ومدير فني، وهيجيبوا معاه عصام، الكابتن عصام الحضري سيكون مدربا لحراسة المرمى في المنتخب الوطني مع أي جهاز، مع أي جهاز كابتن عصام الحضري هيكون موجود. وأيضا من الأسماء المرشحة وبقوة لأن يكون متواجد في الجهاز كابتن محمد شوقي، طبعا المدرب منتخبنا الأولمبي في الفترة السابقة مع كابتن شوقي غريب اللي كان المدير الفني للمنتخب الأولمبي. وبالتالي هو ده الكلام اللي بيدور في ذهن كل أو في أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، والكلام كتير جدا على إن الأقرب حتى هذه اللحظة هو فنجادة بأن يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني مع كابتن محمد شوقي. ومن المحتمل أن يكون هناك مدرب عام آخر، وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري هو اللي ضامن مكانه خلال الفترة القادمة كمدربا لحراسة المرمى في الجهاز الفني الجديد. طيب بالنسبة لمحمد بركات، محمد بركات مدير المنتخب في جهاز الكابتن حسام البدري، محمد بركات 50-50. هناك البعض أو بعض الآراء بتقول إن محمد لم يكن يتدخل في الأمور الفنية، وإن الأمور الإدارية الحمد لله كانت ماشية بشكل جيد، ما عندناش مشكلة. محمد بركات اسم كبير، اسم له ثقله داخل المنتخب الوطني وداخل مصر وداخل النادي الأهلي، وبالتالي ممكن جدا ان هو يكمل مع نيلو فنجادة. ولكن لسه زي ما قلت لحضراتكم، وجوده كمدير المنتخب ما بين 50% لوجوده 50% لعدم وجود محمد كابتن محمد بركات كمديرا للمنتخب خلال الفترة القادمة. عموما خلال الساعات القليلة القادمة او بكرة الصبح بالكتير او طوال اليوم بكرة كل حاجة هتبان، ولكن الأقرب حتى هذه اللحظة ان يكون فنجادة هو المدير الفني للمنتخب الوطني في منافسة شرسة وقوية من الكابتن إيهاب جلال. الكابتن إيهاب جلال معروف طبعا مجموعة العمل اللي بتشتغل معاه، واللي كان ليها سبب كبير جدا في ان الكابتن إيهاب جلال ما يمسكش المنتخب الوطني ايام ما كان هناك اتفاق معاه ومع الكابتن حسام، او تنافس ما بينه وما بين الكابتن حسام البدري قبل ما يكون كابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني. وبالتالي خلينا ننتظر لبكرة، مهم جدا 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 ان احنا ننتظر ونساند ما يحدث، لانه احنا عندنا ماتشات مهمه يا شباب يا جماعه، يعني لكل الجمهور اللي بيتفرج علينا عندنا مباريات مهمه جدا 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 خلال الفتره القادمه. ممكن جدا الماتشين اللي جايين يلعب فنجادة كمدير فني مؤقت للمنتخب الوطني لحين التعاقد بقى مع، او تقدر تدرس الامور بشكل جيد، هل سيكون التعاقد مع مدير فني اجنبي، هل سيكون التعاقد مع مدير فني مصري، ده اللي هنشوفه خلال الأيام القادمة. ولكن حتى لو فنجادة مسك هيكون مدير فني مؤقت للمنتخب الوطني. ده باختصار. الحقيقة برضو في كواليس كتيرة جدا وحاجات كتيرة حصلت امبارح من بعض، أو أول امبارح قبل ليلة المباراة وتمرينة، لما البعض اللاعبين عرفوا ان هم مش هيلعبوا في المباراة حصلت مشادات، ولولا تدخل كابتن محمد بركات في هذه النقطة ووقوف ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني كانت الأمور هتبقى صعبة جدا. ولكن يعني في الآخر اتلمت الأمور. في كواليس كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن خلينا ننهي هذه الفترة بما لها وبما عليها. كابتن حسام البدري وكابتن طارق مصطفى وكابتن أحمد أيوب وكابتن سيد معوض الحقيقة يتمنى لهم التوفيق في مكان آخر بعد قرار إقالتهم من المنتخب الوطني. إن شاء الله تستطيع اللجنة الثلاثية إن هي تضع أو تضع مدير فني جيد للمنتخب خلال الأيام القليلة القادمة.
النهارده احمد حجازي بيفوز بجائزه افضل لاعب في منطقه غرب اسيا خلال شهر اغسطس. الاتحاد الاسيوي لكره القدم اعلن فوز احمد حجازي لاعب الاتحاد جده بجائزه افضل لاعب في غرب اسيا بشهر اغسطس. احمد حجازي متالق وبشده الحقيقه مع اتحاد جده في الدوري السعودي، وقالوا ان هو لا تقتصر مهام اللاعب احمد حجازي على المهام الدفاعيه فقط، ولكن زياره شباك الخصوم باتت امرا طبيعيا للنجم المصري الذي يعتبر من الركائز الاساسيه في فريقه، حيث سجل هدفين في اول ثلاث جولات من مسابقه الدوري الذي يحتل فيه فريقه المركز الرابع برصيد 6 نقاط. خليني برضه اقول لحضراتكم ارقام كابتن حسام او كابتن ايهاب جلال. الحقيقه مع في الدوري المصري الموسم الماضي مع الاسماعيلي والمقصه لعب 27 مباراه، فاز في 12، تعادل في 5، خسر في 10 مباريات. الكابتن طارق مصطفى بعد الاقاله قال الحمد لله والشكر لله، وكتب كابتن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخبنا الوطني على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الحمد لله والشكر لله. أيضا محمد صلاح بيوجه رسالة إلى حسام البدري والجهاز الفني بعد الإقالة من تدريب المنتخب. قال كابتن محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، قال حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة كابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت، وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم. كابتن حسام البدري كان على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في أو بدأ أن يكون في على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوم تقريبا. لعب حتى الوقت الحالي 9 مباريات منهم لقاء ودي، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4 مواجهات. كابتن حسام استهل مشواره مع الفراعنه بمباراه وديه امام بوتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لاي هزيمه. وفي 25 مارس 2021 قاد كابتن حسام البدري منتخب مصر للتاهل الى كاس الامم الافريقيه بالكاميرون، وخلال الفترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021 لم يخوض المنتخب أي مباريات، ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021، وجاءت نتائج مباريات التي لعبها الجهاز الفني كالآتي: مصر وبوتسوانا 1-0، ومصر وكينيا تعادل إيجابي، جزر القمر ومصر 0-0، مصر بتفوز على توجو بهدف مقابل لا شيء، مصر بتفوز على توجو أيضا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثم كينيا وتعادل إيجابي، ومصر وتهزم جزر القمر بربعية مقابل لا شيء، ومصر بتفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شيء، ثم كانت المباراة الأخيرة اللي بعدها تم إقالة الجهاز الفني وتعادل إيجابي مع الجابون في الجابون ليتم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني. عموما النهاردة الحقيقة وكالعادة الحقيقة كل يوم اثنين بيكون معانا مجموعة من الصحفيين الكبار اللي بيكونوا موجودين معانا عشان نتكلم معاهم في كل هذه الأمور. 4 من النقاد الرياضيين الكبار: الأستاذ محمد الأوصي ناقدنا الرياضي الكبير، وأيضا الأستاذ محمد أبو علي ناقدنا الرياضي الكبير أيضا، ثم عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي الكبير أيضا، ثم أحمد عويس ناقدنا الرياضي الكبير. هذا الرباعي سيكون معايا بعد الفاصل مباشرة عشان نتكلم في كل ما يخص أمور المنتخب، وعايزين نتكلم بشكل مفصل يعني إيه استثمار رياضي واستثمار فني. مهم جدا جدا جدا، جمهور النادي الأهلي يبقى فخور إن عنده إدارة لكرة القدم تستطيع أن تفي بكل وعودها. فيش واحد عنده مليم، فيش لاعب سواء داخل النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي ليه مليم عند النادي الأهلي، وده مهم جدا جدا جدا. كيف يستطيع النادي الأهلي وسط هذه الأمواج الكبيرة جدا ووسط جائحة كورونا أن يصل بهذا المستوى في التعاقدات؟ كلام مهم جدا جدا جدا. نفتح باب الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي عايز يشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. النادي الاهلي بقاله 2 أو 3 سنين بيشتغل على هذا الموضوع، نتائجه بانت النهارده
في وجود بعض اللاعبين اللي استطاع ان منهم يكون هداف الدوري محمد شريف، اكرم توفيق اللي رجع من الجونه على النادي الاهلي على منتخب اولمبي على منتخب اول ووضح جدا تاثيره في الجبهه اليمنى في منتخبنا الوطني، احمد ياسر ريان اللي راح من هنا لهنا لهنا وراح تركيا دلوقتي وبيؤدي بشكل رائع، احمد عبد القادر اللي رجع للنادي الاهلي، عمار حمدي ايضا اللي رجع مره اخرى، كل هؤلاء اللاعبين وكيفيه الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني داخل النادي الاهلي. قضيه مهمه جدا 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 هنفتحها، وهنفتحها ايضا او هنفتح ايضا قضيه المنتخب الوطني ومن الاقرب من وجهه نظر نقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ محمد القوصي، الاستاذ محمد ابو علي، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، والاستاذ احمد عويس بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف الفقره الدائمه، فقره الصحفيين اللي بتكون مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الاريحيه الحقيقه علشان نقدر نصل لحلول نستطيع ان احنا نطرحها لكل جمهور النادي الاهلي. خلوني ابدا بناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن، شرف ومنور. وحشنا يا كابتن. النهارده الحلقه سخنه ودسمة، كل حلقاتك دسمة. كل في شغل كتير النهاردة كمان عن المنتخب الوطني وعن الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا بنشوفه الحقيقة في النادي الاهلي. بس اكمل محمد ابو علي النهاردة لاول مرة يكون معانا، منور ومشرف يا حبيبي. حبيبك يا تسلم، طبعا شرف ليا وجودي مع حضرتك وفي بيتنا يعني قناة الاهلي ومع الكوكبة الكبيرة من اساتذتنا الاستاذ احمد والاستاذ حكيم والاستاذ قصي. ماشي، خلينا نرحب برضه بابو حكيم ابو علم. ازيك يا ابو حكيم، اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ شوف عشان اهميه الحلقه جدا النهارده، انت النهارده عامل شغل جامد، صارف صارف النهارده، اللي على الحبل، الحته اللي على الحبل على الاخر، شغل جامد. شغل جامد. اهميه الحلقه بقى هنحتفل شويه. هنحتفل؟ لا مش هنحتفل، احنا هنتكلم. ماشي، خلينا نحتفل. خلينا ايضا نرحب بصديقي العزيز وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا كابتن اسلام، وسعيد ان انا مش مكلف انت النهارده. لا انت على طول مش مكلف، انت عارف انا الجنب الفقير في الموضوع. شرفين ومنورين استاذ محمد. خليني ابدا مع حضرتك الاول، مهم جدا ان انا اتكلم يعني ايه استثمار رياضي واستثمار فني. النادي الاهلي بقاله سنتين او ثلاث سنين تقريبا بيعمل حاجه الحقيقه بانت جدا خلال الموسم اللي فات وبدايه الموسم اللي احنا فيه، استثمار رياضي واستثمار فني على اعلى مستوى، اقدر اكسب فلوس واقدر اكسب لعيبه كويسه. هو النادي الاهلي شغال على ده بقاله فتره. ايوه، وبيشتغل عليه في كل الاتجاهات الحقيقه، لكن ظهر اكتر في كره القدم يعني. ان انا بجيب اللعيبه بتاعتي وبستثمرها، ممكن اسوقها، ممكن اعيرها، ممكن ارجعها تاني، بعلي قيمتها الماليه. فالاستثمار اللي شغال في النادي الاهلي ده حاجه فكر متطور، بطور الاقتصاد بتاعي، بطور المداخيل بتاعتي، بزود المداخيل بتاعتي، بفتح سكك جديده لكل المجالات اللي عندي للعيبه. اعتقد حاجه مهمه جدا النادي الاهلي شغال عليها، وبيستعين بخبراء في هذا المجال ومتخصصين يقدروا يحطوا ايديهم على الامر ده يعني. تمام. ابو علي برضو مهم جدا ان احنا عندنا ثلاثة من الشباب موجودين دلوقتي في التشيك، عاملين مستوى رائع جدا، اعتقد ان دي برضو نقله تانية بتودينا المكان تاني، بتودي النادي الاهلي المكان تاني، ان انت دلوقتي اصبح هناك كشافين من مناطق اوروبيه بيروحوا يتفرجوا على هؤلاء اللاعبين في هذه المناطق، وبالتالي تسويق بشكل او باخر، وفي نفس الوقت انا بكسب لعيب، ده اللي اسمه الاستثمار الفني. بص يا كابتن اسلام، انت يعني لو ركزت واستكمالا لكلام حضرتك على ازاي الاهلي بيعمل بطولات وبيعمل فلوس، وازاي الاهلي بيقدر دلوقتي بدل ما تستغني عن اللعيبه وكانوا بيمشوا فري وما بتستفادش منهم، بتطلع اعارات وبتطلع دلوقتي كمان لاوروبا زي اللعيبه اللي طلعت في التشيك وقبلهم كان احمد عبد القادر ورجع تاني الاهلي. لو ركزت حركه الاسلام هتلاقي ان مش بقول كده يعني على المجلس ده، لا انا بتكلم على اللي حصل على ارض الواقع. هتلاقي ان الاهلي في خلال فتره بسيطه واخد 2 دوري ابطال افريقيا، يمكن 7 شهور و20 يوم، واخد سوبر افريقي، واخد ثالث عالم. الاربع بطولات دول يمكن مدخلين للاهلي ما يقرب من حوالي 9 مليون دولار. يعني انت بتتكلم في 2.5 مليون بطوله دوري ابطال افريقيا زيهم في البطوله الثانيه، بعد كده ثالث العالم نفس المبلغ، ومليون ونص في السوبر الافريقي. انت بتكسب بطولات وبتسعد فريقك او بتسعد جماهيرك، وفي نفس الوقت بتعمل ارباح هائله، ولسه عندك كاس عالم ثاني هتشارك فيه، ولسه عندك سوبر افريقي ثاني المفروض هنلعبه قدام الرجاء حسب ما يحددوا يوم 24 او 25. فانت عامل طفره وعامل قائمه محترمه وعامل فرقه كويسه بتجيب لك بطولات، وفي نفس الوقت بتدخل لك مداخيل او بتدخل لك فلوس للنادي ولخزنه النادي، فلوس محترمه جدا.
النقطة برضو اللي عايز أتكلم فيها ونقطة مهمة ويمكن ناس كتيرة ما خدتش بالها منها، إن أنت دلوقتي عندك استمرارية إن أنت ممكن تعمل الإنجازات دي تاني. لو نفتكر والأساتذة طبعا أساتذتنا موجودين وحركت تفتكر في 2012 و2013 لما خدنا دوري أبطال أفريقيا، كنت في يمكن 2012 بعديها بركات اعتزل، بقى 2013 أبو تريكة وسيد، وبعد كده بعد السوبر كابتن وائل كباتن، يعني كابتن وائل جمعة اعتزل، وابتدى الفريق النجوم بتاعته تفضى. أنت دلوقتي بتاخد اتنين أفريقيا وسوبر أفريقي وبتاخد تالت العالم، إنجاز طبعا كبير، وعندك فرقة صغيرة في السن، عندك أعمار سنية لو بصيت مثلا لأكرم توفيق، لطاهر محمد طاهر، لصلاح محسن، لعيبة كتيرة جدا، ديانج، لعيبة كتيرة جوه الفرقة معدل الأعمار بتاعها السنية صغير، وعندك جيل وسط، وعندك جيل الخبرة المتمثل في الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي معلول والسلية والمجموعة دي. فأنت قدامك دلوقتي مستقبل، زي ما بيقولوا مستقبل مشرق كرويا، ان انت محقق اتنين افريقيا وعندك جيل محترم جدا محافظ عليه، ما مشيتش منه حد، بل بالعكس ضفت له خمس او ست صفقات اقوى من بعض. فاحنا عندنا دلوقتي تارجت، او جمهور الاهلي بيفكر ان هو عنده تارجت محترم، حقق بطولات وعنده قائمه قويه جدا وتم تدعيمها بلعيبه قويه جدا، فبصين للمستقبل ان انت كمان تكسب يعني ماليا بشكل كويس، وفي نفس الوقت تكسب بطولات وتزيد لرصيدك القاري او يعني على مستوى تتويج البطولات القاريه. ماليا ده مهم جدا، لانه في النهايه انت عشان تقدر تجيب لاعب من الدوري الانجليزي تلعبه في الدوري المصري، عشان تقدر تروح لسيمبا التنزاني وتتكلم معاهم وان انا عايز لويس ان هو يكون متواجد معانا، عشان تقدر تجيب حسام حسن من سموحة، عشان تقدر تجيب كريم فؤاد من نادي النجوم، أعتقد أن مصطفى البدري خلاص تم الإعلان عن رسمي تواجده رسميا في النادي الأهلي، وبالتالي عشان تقدر توفر الفلوس دي أنت محتاج زي ما كنا بنتكلم فلوس كتير عشان تقدر تعمل كده. في ظل هذه الجائحة اللي احنا بنمر بيها، بقنا داخلين في سنة تقريبا هو في جائحة كورونا، سنة ونص، إزاي النادي الأهلي بيقدر يوفق أوضاعه في كل النواحي، من الناحية المالية والناحية الاقتصادية والناحية الفنية جوه الملعب، بدليل البطولات الكتير اللي خدها النادي الأهلي؟ ما هو ده جزء من خطة طويلة المدى، يمكن في ناس كتير ما خدتش بالها منها كابتن. لما كابتن الخطيب كان اتكلم بشكل غير مباشر والاستثمار في كرة القدم في جزئية مراحل السن، مراحل الناشئين، وكان اهتمام بقطاع الناشئين. أيوه. وابتديت تجيب عناصر في سن معين من 18. برافو عليك، لان بمناسبة الكلام اللي انت بتقوله ده، في بعض الناس قالت لك ايه، انتوا رايحين تجيبوا لعيب صغير ب 500 الف جنيه ولا بمليون جنيه، طب ده هتعملوا في ايه؟ شفنا دلوقتي بيحصل معايا. انت حضرتك مرجع دلوقتي عمار حمدي واحمد عبد القادر. ايوه. دول احنا المفروض نحسبهم صفقتين زي الصفقات اللي موجوده، ان هم كانوا اثنين من افضل، لو تبص الارقام في الدوري النسخه الاخيره للدوري، اثنين من افضل اللعيبه اللي كانوا موجود في النسخه الاخيره للدوري. فده جزء من اللي اتكلم عليه كابتن محمود الخطيب بشكل غير مباشر في مره من ضمن المرات، ان احنا لازم نهتم بقاعده الناشئين، يبقى عندنا بروتوكولات. على فكره مش الثلاثه بس اللي في التشيك اللي هم احنا طلعناهم، لا، كان في مجموعه من اللعيبه رايحين تاني برضو الدوري الهولندي، بس كان اجراءات او الحاجات اللي كانت مصاحبه الكورونا هي اللي عطلت الموضوع. جزئيه الفلوس او توفيرها، انت كمان عندك الشطاره في حته انك ازاي تجيب لعيبه بشكل معين من غير ما تدفع القيمه الكامله بتاعتها. يعني مثلا كل اللعيبه اللي جايه دي جايه بقيم ماليه على سنتين وعلى سنه ونص. مظبوط، تمام. استثمار وعرض اللعيبه دي ليها عائد فني وعائد مالي. انت بتاخد يعني مصطفى البدر مثلا، كان تبعت الكابتن امير قال لك ان في احتمال لاتجاه لاعارته سنتين. لا، هو قال في اتجاه مش احتمال، ده اتجاه لاعارته سنتين. جزء منها تديله خبره المباريات. مظبوط، لان الجزء الفني هنا بيقول ان ممكن ما تبقاش فرصه مش قوي يكون ليه دور. فتطلعه والناحيه الثانيه تستفيد ماديا لما تجيبه، لما يطلع عار. نفس الموضوع في مجموعه اللعيبه اللي انت بتطلعه. وعلى فكره النادي الاهلي بيلعب حاجه كويسه جدا، انك لما بتطلع اللعيب الناشئ بتخلي جزء من الاعاره يستفيد منها، يستفيد بها اللاعب. فانت اللاعب الناشئ بتديله فرصه فنيه، انت بتستفيد فلوس، اللاعب بيستفيد فلوس، والنادي اللي هو رايحه بيستفيد من الناحيه الفنيه. طبعا. طيب، عاوز في حاجه اسمها الاستثمار الرياضي، ودي احنا عارفينها كلنا الاستثمار الرياضي، فكيفيه الاستثمار الرياضي ان انت اخد من هنا وابيع هنا واعمل هنا، ولكن الاستثمار الفني ده اعتقد ده اسم جديد او مصطلح جديد علينا في كره القدم المصريه، وبالتالي النادي الاهلي بيبرز هذا الامر بالشكل اللي احنا شايفينه بالتعاقدات الكتيره اللي حصلت دي، لانه زي ما عبد الحكيم قال ان عمار حمدي واحمد عبد القادر بتعتبر صفقتين انت جايبهم. طبعا، ومحمد شريف قبلهم واكرم توفيق و ناس كتير، واحمد ياسر ريان، واحمد ياسر وصلاح محسن. فالحقيقه هنضيف بقى على ان انت اللعبه بتستعيد مستواها الفني،
وان اللعيبه بتكمل كويس وان اللعيبه بترجع تفيدك، ان انت لو اشتريتهم كصفقتين جداد سعر عمار سعر عمار حمدي في السوق دلوقتي كام كمان. في جزء سياسي. يعني ايه جزء سياسي؟ انه فرقه زي الاسماعيلي لما اتزنقت في لعيبه وجت للنادي الاهلي، انت عارف التوتر طول الوقت اللي بين جمهور النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، التوتر الموهوم المزعوم. المزعوم كابتن علي ابو جريش لما راح النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي كان عنده ازمه في اللاعبين في انتقالات يناير، النادي الاهلي اداله قائمه فريق 99 والاسماعيلي خد منها لعيبه. كابتن علي ابو جريشه خرج كان احد اهم نجوم الاسماعيلي عبر تاريخه وقال ان اول نادي فتح لنا بابه وادالنا لعيبه عشان نستفيد بيها هو النادي الاهلي طبعا. فده معناه انه انت بتستفيد ماديا من اعاره اللعيبه لانك بتدالهم اتنين لعيبه، على بتدالهم اتنين لعيبه بتستفقوا لعيبه لعبوا على فكره في الدوري. الفريق 99 فريق 99 اللي وصلت لحد المباراه النهائيه اللي احنا مش عارفين اللي مش عارفين مين البطل كان طالع منها اعاره 9 لعيبه السنه اللي فاتت لفرق في الدوري. بسم الله ما شاء الله. شادي رضوان ومجموعه كبيره جدا من اللعيبه وفخري وفخر ومحمد شكري وشكري صح ومجموعه كبيره الحقيقه 9 لعيبه طالعين من الفرقه وبقيه الفرقه نفست. يعني انت متخيل الفريق طالع منه 9 لعيبه وبقيه الفرقه بتنافس لحد اخر جوله. فانت استثمرت في اللعيبه دي لان بدات تلعب، لانه اللعب للاهلي ان انت تطلع من ناشئ الاهلي عشان تلعب في الاول صعب قوي في ظل النجوم الكبيره او في النادي الاهلي. فانت بتروح بتاخد خبره مباراه الدوري بتبقى جاهز، اما بترجع تبقى كويس تلعب. فانت لما بتثبت نفسك زي عمار واحمد عبد القادر، فانت عملت علاقات مع الانديه لانك حتى لما بتحتاج الاهلي لما ادى لسموحه احمد عبد القادر وفضل العلاقات تبع الناديين لما طلب حسام حسن في 10 دقائق زي ما قال المهندس فرج عامر. فانت كمان بتقوي علاقاتك بالانديه، بتدي لهم لعيبه مميزه، بتستفيد ماديا بتستفيد فنيا. فالحقيقه فكره اعارات اللعيبه، لانه حتى الفريق اللي موجود دلوقتي القائمه ممكن يخرج منها لعيبه اعاره، اللعيبه دي لما تخرج هتلعب وترجع ممكن تلاقي لعيبه كبار، اللعيبه ليها اسامي خرجت، فاللعيبه دي لما تخرج اعاره هتستعيد مستوى وترجع تاني. الحقيقه استثمار زي ما حضرتك قلت فني واداري وسياسي نجاح مبهر لمجلس الاداره في الموضوع والكابتن محمود والامير توفيق ولجنه الكوره ولجنه التخطيط. الحقيقه الموسم اللي جاي واللي بعده انت زي ما قال الامير معاك في المداخله، احنا مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيبدا يكتفي بلاعيبته. لا اصل الناس كلها كانت دايما بتسالنا في ايه، طيب هو النادي الاهلي بيجيب الفلوس دي منين؟ لا الاهلي منتج الاهلي يا كابتن اسلام. لا طبعا ده هو منتج ده بقى يعني ده ممكن نعمل عليه 20 حلقه طبعا. انا محضر حاجه كده طبعا بعد ما لو استاذ زلوسه هيتكلم عن ازاي الاهلي بيفكر بره الصندوق وازاي بيدخل ملايين الملايين للنادي من غير مثلا ما يروح يقترض مثلا او يروح ياخد فلوس من حد او يعتمد على اللعيب. الكوره انت شفت حجم الانفاق في صفقه مثلا زي لويس ميكسوني او بيرسي تاو او اللعيبه اللي جبتها بتصرف فلوس كتيره والكوره بتدخل مكاسب كبيره. لكن لما تفكر بره الصندوق وتيجي تعمل مشروع اسمه اهلي اونلاين ستور. انا كراجل مثلا بتعامل مع اهلاويه كتير، ناس مغتربه وناس مثلا مهاجره عايشه في استراليا او في كندا او في امريكا، ناس حتت بعيده نفسهم مثلا في التيشيرت بتاع النادي الاهلي او علم النادي الاهلي او الترنج بتاع النادي الاهلي، فيقول لي حتى لو نازل او مسافر بعد سنه تجيبه لي وكلام كده، ما تجيبولوش حتى الاوريجينال. الاهلي ابتكر او الناس بتوع التسويق، وانا بشكر فعلا والله امير توفيق على الفكره، فكره عبقريه جدا بعيد على الشركه اللي هي الراعيه للتيشيرت، يعني التيشيرت بتاع الاهلي. لا هو يعني دخل عامل ابلكيشن او ويب سايت اسمه اهلي اونلاين ستور. كابتن اسلام او الاستاذ محمد او اي حد عايز يخش بيخش على الاسطور اللاين ستور ده وبيحدد المنتجات اللي هو عايزها سواء تيشيرت او بتروح له في المكان اللي هو فيه وبيقول مثلا سعر الحاجات دي كذا، حضرتك ساكن فين؟ انا في استراليا. طب هتروح لحضرتك بسعر كذا خدمه توصيل. بتدخل للاهل ملايين وكل جماهير الاهلي بتبقى نفسها في التيشيرت بتاعه محرومه منه او مج عليه علم الاهلي او كاب او يعني المنتجات بتاعت الاهلي تروح له مكان اللي هو فيه وتدخل الاهلي ملايين. بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله هو كلام رائع الحقيقه، ولكن طبعا خلال الفتره اللي جايه احنا هنعمل في كده، ده في حاجات كتير، ده الاونلاين خلال ستور الشاشه قناه الاهلي خلال الفتره القادمه في كل برامج الشاشه يا استاذ محمد هنبتدي نعمل كده، نقول النادي الاهلي بيعمل بيحصل فيه ايه. هو ده شيء رائع، من تطوير من لو عندنا نقد هنقوله على فكره، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر ان احنا نتكلم بمنتهى الصراحه الافكار دي كده وده مطروح طبعا. لا ده الافكار دي كلها اللي هو منتج الاهلي ازاي انت تسوقه وازاي انت تبقى بتملكه وازاي ان محدش يسطو على العلامه التجاريه بتاعتك ويستغلها، بحيث ان كنا بنشوف في فترات سابقه قصه السطو على العلامه التجاريه دي مزعجه جدا. ان مثلا بعد المحلات تعمل تيشيرتات الاهلي، تعمل ترنجات الاهلي، تعمل ميداليات، تعمل كبات
الكلام ده في اوروبا مستحيل يتعامل مع ريال مدريد ولا برشلونه ولا مع اي حد، لان دي سرقات القانون بيعاقب عليها بيجرها بشكل كبير جدا. لما سمعنا ان اول ما رونالدو راح مانشستر يونايتد اول رقم طلع بعد 24 ساعه او في اقل من 24 ساعه 32 مليون جنيه استرليني جابوا فلوس من ايه؟ من بيع قال لا من بيع تيشرتات ده معنى الكلام اللي حضرتك. لا لا انا بقول يعني مثلا تيشرت محمد شريف لا ينتجه الا النادي الاهلي ولا يبيعه غير النادي الاهلي. بس معلومه، عائد بيع التيشرت ما بيدخلش كله للنادي طبعا. لا دي بيأثر في ايه بقى؟ بيأثر في انه الشركه اللي بتشتري التيشرت يعني مثلا داخل مانشستر في التيشيرت كل تيشيرت بيخش لهم 5 جنيه استرليني بس. يعني كل تيشيرت بيتباع 5 جنيه. انما بقى لما بتيجي شركه سين تتعاقد ان هي تلبس النادي الاهلي. أيوة. فهي عارفه ان هو هيكسب من تيشيرت النادي الاهلي رقم كبير قوي بالزبط. فبيدفع الرقم ده لانه عارف انه هيرجع له تاني لانه في محمد شريف وفي كهربا وفي وفي وفي. فان طبعا ده مع الوقت انت بتبني اسم. بالضبط يعني دي احدى المداخل. اسم البراند ده بيتبني على مدار سنين، مش بتبني فيه بقالك من 1907 بالضبط. فبراند فانت ما تخليش حد يسرق البراند بتاعك ده، وبتحصنه بكل الاجراءات القانونيه بتاعتك، ولو وتبقى بتراقب كمان السوق وتتابعه، ولو في اي حاجه حصلت انت بتتحرك نحوها. دي احدى المداخل المهمه جدا، ودايما الاهلي بيفكر خارج الصندوق. ودايما الاهلي تلاقيه سباق في حاجات كتيره جدا، تلاقيه دايما رقم واحد اللي بيتحرك وبيفكر بمسافات طويله جدا بعيدا عن الاخرين. وده موجود على ارض الواقع، يعني احنا مش بنتكلم عشان احنا موجودين في قناه الاهلي، لا ده موجود وواقع النادي الاهلي. يعني ده موجود. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي لما بنتكلم على موضوع الاستثمار، الاهلي فاترين عرض عظيمه، بمعنى بالزبط. ان الاهلي لما بيروح يدفع في اليو ديانج ويجيبه مثلا بمليون ونص ولا 2 مليون دولار ايا كان الرقم ساعتها. بمناسبه اليو ديانج تحديدا ساعتها الناس قالت ايه؟ ده انتوا جايبينه غالي قوي مثلا، يعني ولعيب صغير في السن. فلما بص هو ثمنه كان قد ايه في فرقته اللي موجوده قوي؟ 200,000 دولار. دلوقتي ثمنه كان في النادي الاهلي يعدي 6 و7 مليون دولار. لما بتروح تجيب مكسوني ب 900,000 دولار، لما تروح تجيب تاو بما يقرب مثلا من 2 مليون دولار، اعتقد انك انت بتشتغل في استثمار عالي جدا وبتشتغل في ارقام عاليه جدا. صح في صفقات انت مش بايديك، ممكن يحصل فيها بعض الخسائر، لكن في صفقات بتعوض وبتشيل بارقام كبيره جدا. ده نتيجه البراند اللي موجود، نتيجه اسم النادي الاهلي اللي المفروض يستثمره. مجرد وجود اسم النادي الاهلي يعني هقول المصطلح بيحول التراب الى ذهب. مظبوط. فاي حاجه اسم النادي الاهلي بيخش فيها بيعليها وبيزود من قيمتها ويخلي الاضواء كلها تتجه نحوها. مجرد اسم الاهلي موجود بالظبط. فده الاستثمار، وده اللي بيحاول يستغله النادي الاهلي، وده اللي ما كانش مستغل من سنوات طويله. يمكن النادي الاهلي بدا في السنوات الاخيره، وده اللي مخلي الاهلي الحمد لله مستقر ماديا بشكل كبير جدا دون ان يمد يديه الى احد. انت عايز تقول حاجه؟ من ضمن يعني من ضمن الحاجات، يعني الفكر بره الصندوق للناس في المجلس والمسؤول التسويق في النادي، ان انت مثلا او الشركه الخاصه ببناء استاد النادي الاهلي، نعم، جم فكروا وقالوا احنا ممكن نحط اسم جنب اسم النادي الاهلي في للاستاد، يعني قول استاد النادي الاهلي مثلا وكذا زي استاد الاهلي والسلام. والسلام. بس على استاد الاهلي بقى عملوا مزايده كبيره واتطرحت لشركات كبيره جدا، شركات طيران وشركات محمول وشركات مياه غازيه وبتاع، وتقدم لها اكتر من شركه من الشركات الكبيره جدا دي، ودخلوا عشان اسم النادي الاهلي استاذ محمد بيقول عليه اللي هو اسم كبير وبيجذب. من 1907 انت شغال عليه. فانت دلوقتي عشان تحط اسمك جنب اسم النادي الاهلي سواء مثلا 5 سنين او مده معينه، ممكن تدخل للنادي بتاعك مثلا او تدخل للنادي الاهلي مش اقل من 200-300 مليون جنيه عقد مع الشركه دي شراكه عشان خاطر تحط اسمها جنب اسم النادي الاهلي في الاستاد. الفلوس دي انت هتاخدها هتشتغل بيها على الاستاد، يبقى انت يعني عملت زي ما بيقولوا ايه، فكرت بره الصندوق، دخلت للنادي بتاعك فلوس وعملت بيها مشروع يهم الجماهير. وهو ناس ده كتير المهم. ناس كتيره اتكلمت مثلا على مشروع الجراج بغير يعني بخلاف ان هو مشروع قومي. ده انا عايز اوريك حاجه حاجه مهمه فيه. طب هقول لك حاجه بس بمناسبه موضوع الجراج ده تحديدا، ويمكن كان عويس كان قاعد معايا اليوم ده تحديدا، كنا مع بعض طول النهار ناس من مدينه نصر مش اعضاء في النادي الاهلي. مش بيحب مشجعين للنادي الاهلي بس مش اعضاء في النادي الاهلي. قد ايه بيقولوا لي اشكر مجلس الاداره واشكر الناس اللي شغالين في النادي ان هم عملوا الجراج ده جوه النادي، لان انت مش متخيل احنا حياتنا كانت عامله ازاي. ده مشروع حضاري يا كابتن، مشروع حضاري. انت كابتن الازمه الاهلي شغال عليه بقاله فتره، يعني هتدخل منه فلوس. انا كنت بكره حياتي لما بروح صغير. بحاول الطريق نفسه تقرب من هناك. الطريق نفسه كان مزعج. انت عملت سيوله مروريه مرعبه بعيدا بقى عن ان انت ريحت الاعضاء، يعني هو جزء من موضوع الجراج ده ان انت بتريح اعضائك.
طبعا توفر لهم سبل الراحه الجزء الاكبر طبعا، فريحت اعضائك وريحت الجيران زي ما بيقولوا يعني، انت ريحت جيرانك. بص يا جدعان، الراحه للاعضاء حاجه عظيمه جدا يعني. طبعا. ده اتعمل في مدينه نصر، احنا بنحلم بده في الجزيره. يعني انت عشان تروح الجزيره جزيره صعبه هي صعبه، بس كان في افكار موجوده في الموضوع ده يعني. يعني انت علشان يعني الناس تحس بالفرق اللي حصل في مدينه نصر. يعني انت في الجزيره الدنيا ضيقه جدا. محمد انا ما بكذب، لا لا طبعا فرق كبير. تليفونات يعني طول النهار، ناس مش اعضاء، اعضاء طبعا في منهم اعضاء، ولكن اللي مش اعضاء اكتر اللي ساكنين حوالين النادي، لان المجموعه اللي قاعده ورا حوالين النادي الاهلي دي كلها كانت رياضيين، لانها كانت حاجه خاصه بيه. كان ليه 6 سنين بالظبط او 7 سنين مطروح انه يتعمل، بس ما اتعملش. الظروف كان في معوقات كبيره بتمر بتخليك لا انت بتتعمل في صريح ومحتاج حاجات اجراءات خاصه واتعمل في ظروف ايه يا ابو علي؟ الناس تعبت فيها كابتن، تعبت في ظروف ايه؟ انت خارج من او يعني ما زلت لسه في عندك ازمه اقتصاديه وعندك ازمه اقتصاديه. ما هو الناس كل ما حد يشوفني عاوز يقول لي انت كيفيه اداره النادي الاهلي لهذا الملف الصعب جدا، في ظل ان انا بجيب صفقات، بجيب واحد من الدوري الانجليزي، بجيبه الدوري المصري، بجيب واحد من افريقيا كلها كانت عايزاه، انتوا عارفين طبعا اللي حصل في صفقه لويس، وبقيه الصفقات. ان انت لما بتعوز حد بتجيبه، فالناس بتقول لي كيفيه اداره الفلوس. لا، واداره كل الملفات، كل الملفات طبعا. يعني انت بتشتغل على الكوره، بتشتغل على اليد، اليد واخد بطوله ابطال الكؤوس ورجع، بتشتغل على الطايره كاس مصر، وقبلها كاس مصر، بتشتغل على يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يسهل، ان شاء الله السوبر، بتشتغل على فريق كره السله اول مباراه النهارده ونقلناها وزعت على الهواء، جبت محترف وجبت مدير فني على مستوى عالي، منتخب الفريق الطايره جاب. فانت بتتكلم على ملفات، مع كل الملفات دي بقى انت بتتكلم في ملفات انشاءات، بتحل مشكله الجراج، بتهد المدرج القديم في التتش وبتبني مدرج جديد. المدرج لازم بين قوسين القايل للسقوط، القايل للسقوط طبعا عشان بس ده مهم جدا. يعني احنا مش مجلس اداره الاهلي جه، لا مدرج قايل للسقوط المفروض يتهد من سنين يعني بالظبط. فالمدرج القايل للسقوط لانه خطر جدا على الاعضاء وخطر على الله حصل حاجه تبقى فانت بتهد مدرج وتعمل مدرج جديد، غيرت اوض اللبس كلها في الجزيره، بتهد القطاع الناشئين اللي في مدينه نصر بالكامل وبتبنيه من اول وجديد. انت شغال على ملفات، لا انت بتعيد بناء حاجات كتير جدا، حاجات كتير في النادي الاهلي. وده لا يبخس حق المجلس الاداره السابقه طبعا طبعا، لان كل واحد بس عشان الناس ما تفهمش الكلام. الميزه في النادي الاهلي، الاهلي تروس تركب على بعضها. فرع الشيخ زايد ده بياكد كلام حضرتك. مجلس كابتن حسن حمدي تمام، بدا المرحله الاولى. ايوه، جه مجلس المهندس محمود طاهر كمل وافتتح المرحله الاولى. مجلس كابتن محمود الخطيب ابتدى يشتغل على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. يعني الفرع 128 فدان، كان اللي شغال فيه 30 فدان لحد مرحله الكابتن محمود الخطيب. دلوقتي استاد النادي او المجمع بالكامل، لان هو مش استاد بس، المدينه الرياضيه هيبقى على 60 فدان، والمرحله الثانيه 12 او 13 فدان. فانت كده اللي هيتبقى مرحله واحده بس. ده مثال واضح لتكامل مجالس الادارات في الشغل. يعني فرع زايد ده مثال في الكلام ده. مظبوط. المبنى الاداري الجديد بيتعمل، ما هو من المرحله الثانيه دي حاجه، ما هو وصف كل اللي هيبقى حاجه بقى وهم وحاجه تجمع هنتكلم عنه، ولكن انا بتكلم على انه وسط كل هذه الامور، وسط كل هذه الجائحه، وسط كل ده، انت كمجلس اداره بقى بتبص على جمهورك وكل حاجه، ولكن برضو اعضاء جمعيتك العموميه. التطور الكبير في مقر النادي الاهلي في الجزيره، انا دايما بسميها مقرات النادي الاهلي. التطور الكبير في مقر النادي الاهلي من البنيه التحتيه في مدينه نصر، والمنظر يعني انت بتروح مدينه نصر تحس ان انت كمان بعد الجراج تحس اوروبا. طيب دي مختلفه تماما، الدنيا مختلفه تماما. انت عارف يا كابتن سامي ان الجراج ده اصلا ما كانش في البرنامج الانتخابي؟ ايوه. لا ما احنا لسه يعني بقى انا عايز اوريك ان بيتم، انت بتنجز حاجات وبتعمل، وتلاقي حد طالع بيهاجم وحد طالع بيتكلم. عندي ما فيش مشكله، انا لما اشوف الانجازات دي كرويا واقتصاديا وانشائيا في ظل الجراويا رياضيا، خد بالك انا بقول لحضرتك زي ما عاوز او رياضيا في مختلف الالعاب دي حقيقه، واشوف كل ده يعني انا كفايه البوابه دي. بص البوابه دي عامله، شوف بقى البوابه دي بقى، البوابه دي بقى يعني حاجه من اعظم الحاجات الحضاريه في النادي الاهلي. ليه؟ لانها عملت شخصيه النادي الاهلي. انك انت مجرد ما تشوف دي في الجزيره في مدينه نصر في زايد، ده النادي الاهلي. مش محتاج حاجه، وده اللي فعلا سور النادي الاهلي بقى سور عظيم، سور محترم جدا يعني. طبعا سور الاهلي العظيم زي سور الصين العظيم. سور الحقيقه يعني انا كنت كل ما امر والله من جنب سور النادي الاهلي والاقي مبني كده وعليه بعض الحاجات، وفي بعض الحاجات والاوراق والنفايات وحاجات كده، ما كانش بيعجبني المنظر. يعني دلوقتي
المنظر تفخر بيه وانت ماشي جنب ده. غير كده ان هو استغله كواجهه اعلانيه كمان، دي من المداخيل الاقتصاديه الاستثماريه اللي بتضيف للنادي الاهلي، المجموعه الاقتصاديه اللي يعني بتستغل اسوار النادي الاهلي تستغل اسوار النادي الاهلي الحيطان اللي موجوده في الشارع بتدخل لك مداخيل حاجه محترمه جدا يعني. وبالتالي كيفيه اداره اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي بكل الكلام اللي احنا قلناه بقى، سواء من انشاءات سواء من جمهور سواء مشاكل وازمات بتحصل، وبتبني حاجه جديده تاني خالص مختلفه، بتبني امور كثيره جدا، ولكن انا كيفيه برضو اداره المجلس الاداره للازمات اللي بتحصل ووقوفه دائما مع الجمهور، جمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي ده خط احمر بالنسبه لكل المحبين للنادي الاهلي. فما حدث خلال الكام يوم اللي فاتوا وبيان النادي الاهلي بان هيتم احد الاعلاميين سيتم تحويله الى التحقيق داخل النادي بما انه عضو في النادي والكلام ده كله، الحقيقه لما تيجي تبص على الشكل العام للموضوع لا تحس ان انت في حته، انا مش عايز اقول في اوروبا الحقيقه، لكن انت تحس ان انت في النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي بيتعامل بشياكه، بتحضر، باحترافيه، حتى الحاجات اللي بيعملها النادي الاهلي تشعر فيها بالفخامه. يعني تشعر النادي الاهلي بيجيب من الاخر في اي حاجه، لما بيعمل جراج بيعمل حاجه على مستوى جراج، لكن بيعمل حاجه فخمه جدا. شوف مين اللي بيجي وفتح محافظ القاهره، الوزير، المجلس ده في النادي الاهلي بالكامل. حتى يعني انا عجبني منظر قوي لقطه شفتها الكابتن محمود الخطيب وهو بيكرم فرقه اليد الهاندبول، الهاندبول، حاسس ان يعني حاجه عظيمه بقى جدا. ده العظمه دي وده عبق التاريخ، ده ايه الجمال ده في الاقصر، ده اهل الاقصر يعني، ده اهل الاقصر ده حاجه. بص ما بقولك اي مكان فيه فخامه، اي مكان بيروحوا النادي الاهلي بص عمل فيه ايه النادي الاهلي، بص المنظر عامل ازاي، غير بقى في المنظر مجرد بس ان انت بتحط اسم النادي الاهلي. بالظبط، بتحط اسم النادي الاهلي الدنيا بتختلف. محمد، المنطقه دي اسمها مدينه طيبه، مظبوط، فرع النادي الاهلي هناك حيا المنطقه بشكل رهيب يعني. الفتره دي فاكر مدينه نصر زمان كان عامل ازاي؟ حواليه طبعا، حواليه كانت صحراء، هي دي هي صحراء. هو بص دلوقتي المكان ده تم انشاؤه، بص حضرتك المنظر ده يبين قوي. ايوه طلع عشان الاهلي، اهل الشيخ زايد، لحد ما طلع النادي الاهلي الشيخ زايد الموضوع ده. الحته اللي كانت وراه كانت طبعا لا ده الاقصر كمان، ده المنطقه دي كلها عالمي، دخل بقى فيها مشروعات، المنطقه اللي ورا دي بقى كلها فيها مشروعات، الصحراء اللي انت شايفها دي كلها مشروعات دلوقتي، بتعمل مشروعات، لا دلوقتي بقت مشروعات دلوقتي كمان شغالين. دي كان وقت الافتتاح، دي كان وقت الافتتاح، المنطقه اللي ورا دي بقت مشروعات، بقت مشروعات. والرئيس الحقيقه، الرئيس السيسي الحقيقه في كل مكان، دي مدينه طيبه الجديده، فمعمول مكان جديد لاهلنا في الاقصر عشان يقدروا يروحوا يعيشوا اماكن محترمه وحوالين النادي الكبير. طبعا حياه كريمه. فالحقيقه كلام مهم جدا وكلام محترم جدا، وسعداء جدا، ودايما انا ببقى فخور ان انا بتكلم باسم يعني، او انا بقول ان انا بنتمي لهذا النادي الكبير في ظل كل الازمات وفي ظل كل ما اللي بيحصل ده كله، وتلاقي نفسك في الاخر بتفتتح جراج عشان تحل طبعا الجمعيه العموميه لاعضاء الجمعيه العموميه كل شيء، ولكن في نفس الوقت بتعاني منها الجمعيه العموميه مشكله كبيره كمان بتعاني منها بلدك في المنطقه دي. بلدك في المنطقه دي لانها منطقه مهمه جدا، وده انا لمسته الحقيقه. بركه يا كابتن، في حاجه مهمه جدا في وسط سنه ونص كورونا، انت لم يتاخر لاي حد الحمد لله، لا ده زاد المرتبات كمان سواء لاعيبه او لاعبين او اجهزه فنيه او فرق رياضيه او موظفين او ادارين وعمال، لم يتاخر مليم واحد، وكان في قرار من مجلس الاداره. انت بتصرف مكافئات، ده انت بتصرف كمان مكافئات. الحقيقه حاجه جميله جدا وتدعو للفخر. هنكمل كلامنا، ولكن بقى هنتكلم الفقره القادمه عن المنتخب الوطني، هذا الحديث الكبير عن المنتخب الوطني، من سيكون خليفه كابتن حسام البدري في الاداره الفنيه للمنتخب الوطني، ده هنعرفه من اساتذتنا الكبار بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد، هبدا بحضرتك ويعني ممكن نفتح الكلام مع بعض كلنا، لانه موضوع مهم جدا. انا مش عايز اسالك عن مستوى المنتخب وكيف وصل بنا الحال ان احنا نعمل كده، ولكن في النهايه تمت اقاله الكابتن حسام البدري بكل ما له وبكل ما عليه، صح؟ هو في حاجه له؟ الراجل ما اتغلبش ولا ماتش. النتائج، الارقام، لا افضل ارقام المدير الفني لمنتخب مصر من فتره طويله. طيب يعني انت بتتكلم يبقى له انما له في الارقام، انما المستوى حتى الارقام. طب احنا بنتكلم نتائج ولا بنتكلم اداء؟ نتائج، ما احنا قلنا، لا قلنا نتائج كويس، نتائج كابتن حسام البدري نتائج جيده.
8 ماتشات كسب 4 ماتشات اتعادل 4 ماتشات تاهل لنهايه كاس الامم الافريقيه الان يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهله لكاس العالم. هو احنا اذا هو لم يتم اقالته بسبب النتائج، تم اقيل بسبب الاداء وسوء المستوى. المستوى اللي احنا شفناه كلنا مش عاجبنا منتخب مصر، يعني احنا شفنا الاداء في قدام ماتش انجولا كسبنا ببركه دعاء الوالدين كسبنا، بس مش كنا ممكن نخطئ الماتش الاخير ده فرقه الجابون المفروض الفرق بيننا وبينها يعني 200 سنه ضوئيه، مفيش مقارنه من الناحيه الفنيه طبعا، من الناحيه الفنيه مفيش مقارنه بين مصر وبالجابون. فرقه انجولا ناقصها 12 لاعب 15 مش عارف 15 منتخب الناشئين بتاع انجولا، وحتى لو ال 15 عويس حتى لو 15 موجودين في انجولا انت منتخب مصر كبير. لو موجود معاها جيلبرتو وفلافيو مفيش مش هيفرقوا، المفروض منتخب مصر هو اللي بيعدي. حاول مشوار الكابتن حسام من البدايه هو كان مشوار، يعني بص النتائج اللي معروضه يا كابتن مظبوط، نتائج واحده من افضل النتائج اللي عملها المنتخبات حتى في السنوات الاخيره، ما خدتش ولا مباراه في الثمان مباريات، لكن الكابتن حسام بدري 9 مباريات الكابتن حسام بدري المباراه الاولى بتسوان الكابتن حسام بدري ظلم وظلم نفسه، بمعنى ان الظروف اللي موجوده في الرياضه المصريه في الكره المصريه والكورونا وضغط الدوري والحاجات دي كلها ظلمت الكابتن حسام البدري، وان تم التضحيه بالمنتخب لمصلحه الدوري. بس معلش يا استاذ، انا بقول وجهه نظري كابتن جوهر. طب اتفضل ماشي. وكابتن جوهر لغى الدوري، الله يرحمه. عشان كده ما انا جاي لك ليه اصر ليه الكابتن حسام البدري ظلم نفسه قبل الاخرين ما يظلموش، ان هو ما اصرش زي كابتن محمود الجوهر، ما طالبش بحقه. يعني في الفيفا دي ما لعبش مباريات، كان ممكن نلعب ماتشين في شهر 6 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه. طب ده كلام السنه اللي فاتت في شهر 11 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه، هو ده. هل ده ذنبنا احنا؟ لا، ده ذنب الكابتن حسام، هو اللي رفض ده. الكابتن حسام مطلوب معسكرات قبل الوداع، مش معقوله تجيبهم قبلها ب 24 ساعه ويتمرنوا ويروحوا يلعبوا ماتش مع انجولا ويسافروا 10 ساعات ويروحوا يتمرنوا تمرينه ويلعبوا مع الجابون. فاعتقد ظلم نفسه. يعني في مدرب ما بيبقاش عارف من فتره وحط القوام بتاع القايمه اللي هيختارها في دماغه شايفها، هو عارف ان عنده 9 او 10 لعيبه من الاهلي، هو وافق على ضغط مباريات الاهلي وسكت. جاي دلوقتي تتكلم عن الارهاق، احنا بنتكلم فيه دايما. لا الحاجه الاهم بقول لك اتكلم عن الارهاق وبعدين نتقبل فكره ان الكابتن حسام يطلع يتكلم يقول لك اللعيبه مرهقه. طب ما انت وافقت على الارهاق وانت عارف. ومين اللي بالظبط؟ انا بصراحه اللي انا عارفه الكابتن حسام، يعني احنا عشناه فتره طويله طبعا، اللي انا عارفه الكابتن حسام عنيده بيصمم على رايه مهما كان. مستغرب جدا من ان هو ساب الموضوع يصل لهذه الدرجه. ان انا ما اعملش ولا ماتش، انا متاكد ان هو كان عايز. واحنا كلنا نحترم الكابتن وبعدين حسام، لكن لا ملهاش علاقه. انا بتكلم مش حسام البدري كشخص، لا حسام البدري على اداء وفنيا. في مدير فني جه مسك الاهلي اسمه ريني فايلر، جه يوم الجمعه سافر لعب اعتقد سوبر، لا قبل السوبر لعب في افريقيا، لعب ماتش في افريقيا كسب 2-0 بره، وبعدين رجع لعب السوبر. الماتش اللي شفناه ده كان مذاع عندنا، بس كريم شعبان كان بيعلق بعد الماتش كسب في افريقيا 2-0 وجه هنا لعب السوبر كسب 3 وبعدها كمل. ما كانش لا شاف لعيبه ولا فكره ان انت درس ان انت تدرس لعيبتك وتعرف يقفوا صح، بس انما ان انا احط في التشكيل الحقيقه بدائي غريب جدا. يعني فكره انت كنا بنقول زمان على كوبر باصل صلاح او جري صلاح، فين انت لا باصيت لصلاح ولا جريت صلاح. هو بص اسوء مباريات محمد صلاح في حاجه غريبه. انت عارف مين اللي كان هيبصيله؟ قفشه حطه جنبه. طب قفشه فين؟ حطه جنبه. لا في حاجه غريبه قوي. كابتن حسام دايما بداياته في اي مكان ما بتبقاش موفقه. يعني فاكرين بعد ما مستر ايمانويل جوزيه مشي وجه الكابتن حسام البدري، يعني بدا مع الاهلي بدايه كانت صعبه جدا والاهلي اتغلب. كلمه هعطف كلمه واحده بس بعد اذنك. منظومه الاهلي منظومه لا انا جاي بس في حاجه بتحمي اي حد في المنظومه. كابتن حسام عشان لكن انت في الاتحاد عليه ماتش الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه لما الاهلي اتغلب 3-1 وجمهور الاهلي ساعتها هتف كفايه بدري وبتاع، وحتى هو كان بيلعب مش عارف تاحه باك شمال باك ليفت او اتعمل يعني شوط اول الاهلي يخرج مثلا مغلوب 5-6. في الفتره دي كابتن حسام خرج قدم استقالته بعد احتفالات الجماهير في اليوم ده، وكانت بدايته صعبه جدا مع الاهلي. نفس المشكله بتهالي قابلت الكابتن حسام في بدايته مع المنتخب، وكانت بدايته فعلا صعبه مع ان معاه زي ما بيقولوا كده سكواد او معاه اسماء تقيله، ولكن قابلته ظروف صعبه. يعني تطلب صلاح مصاب مش عايز يجي. انا مش بدافع عن حد او بتكلم، بقول لك على الظروف اللي حاطت بالفتره بتاعته.
النني مثلا عنده مشكله ويتنقل من نادي لنادي وكان عنده ازمات تريزيجيه بيجي له البط صليبي. هل ده بعتبره تبرير؟ لا لا خالص. انا عايز اقول لك بس خلي بالك انا مش مع ولا ضد. انا دايما هتلاقيني عكس الكلام اللي انتوا بتقولوه لانه انا لازم برضه ابقى هو انا بس التاني. مستغرب يعني هو سبحان الله هي بتبقى حاجات غريبه لما بتقعد تقارن او تعمل مقارنه. مثلا الكابتن حسام 2009 كان المفروض نيلو فنجاده جاي يمسك الاهلي واعتذر والكابتن حسام مسك مكانه. النهارده الكابتن حسام بيمشي من المنتخب ونيلو فنجاده بعد كام سنه بيجي يمسك مكانه. فيعني او يقترب يعني هو بنسبه كبيره هو الاسم اللي في حاجه ثانيه برضه عايز اتكلم فيها. طيب يعني احنا كلنا عمالين برضه نتكلم مع الكابتن حسام ونلوم الكابتن حسام في اين دور الجهاز المعاون مع الكابتن حسام؟ هو اختارهم هو اللي انا بقول لك مع اللي اختار ماشي هو لا 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 مفيش يعني انا عايز هو هو لما كوبر لما كوبر او اجيري حصل مشاكل والجمهور اتكلم عليه وتم اقاله كوبر وتم اقاله جيري حد قال فين محمود فايز وفين اسامه لبيب او اي حد قال فين كده رمزي يعني اقصد طالما مدير فني ماشي. اختار مجموعه ماشي. فهو صاحب القرار ما ينفعش اقول ان في مشكله عند احمد ايوب ولا عند طارق مصطفى اولا هو مهمش طارق مصطفى من اول لحظه هو ده هذا الجهاز المفترض المفترض طبعا نختار الكابتن حسام انا ما بلومش عليه ولكن هل انت تتخيل احنا عارفين كلنا اللي حصل المفروض لكن هل انت تتخيل ان الكابتن حسام هو اللي اختار هو لا احنا عارفين طب الكابتن طيب. رجال ما جاش احنا عارفين خلينا نكون واضحين متمسك بالجهاز المعاون بتاعه بالظبط لكن النقطه الخلافيه ولغايه دلوقتي خلي بالك لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي قبل ما نخش يعني التنافس اللي ما بين فنجاده وما بين كابتن ايهاب جلال لغايه دلوقتي رايح في سكه فنجاده ليه؟ عشان الكابتن ايهاب متمسك بكل جهاز المعاون بتاعه تمام انا اقصد ايه يا كابتن اسلام؟ اقصد ان الجهاز المعاون لابد ان يكون له دور فعال مع المدير الفني. انا مش هقول ان هو اللي يفرض ولا هو اللي هيتحمل المسؤوليه ولا هو المسؤول عن التشكيل وعن الاختيارات بس يكون له الاستشاره القويه يعني طارق مصطفى اللي ما كانش موجود انا ما حسيتش ان هو موجود في المنتخب اساسا خالص ولا كابتن احمد ايوب برضه شايفينه يعني ما له دور ولا كابتن سيد معوض حتى كابتن محمد بركات اللي هو المدير الرياضي بتاع المنتخب او مدير الكوره ما محمد بركات موجود في المنصب ده عشان نجم ولاعب كوره مش عشان جايبينه واحد مدير الحقيقه اللي انا اعرفه ان بركات وناجح يعني حتى اللعيبه كلها بتعرف ان بركات الوحيد اللي ليه 50 50 يعني لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي كنت بتكلم اي حد بركات بركات تلاقي اللعيبه نفسها يعني ممكن الشغل الاداري الشغل محترم اقصد ايه اقصد ان المفروض لو كان المفروض يعني دول يبقوا مستشارين فنيين للكابتن حسام البدري يعني بدل ما انا ليا عين واحده بشوف بيها ايه المشكله مين اللي قال ان هم بالظبط لسه كنت هقول لحضرتك لك هتحكم عليا ازاي ان انا ما جيتش قلت للكابتن حسام البدري مشاركه عمر جابر في المركز ده غلط. في التوقيت ده غلط خلي بال حضرتك ان هم قالوا لا انا عارف لا انا عارف قالولو. حاجات ما قالوا له اه لا قالوا له قالوا له لا قالوا له هو في حاجه في الدنيا لاعب لعيب عشان صاحب لعيب واحنا بنهزر مفيش حد بيلعب كده عمر جابر بيلعب عشان صاحب محمد صلاح بس هو جه المره اشمعنى المره دي جه ولعب اساسي مع انه يعني عمر من اللعيبه الكويسه لعيبه مستواها كويس بس مستواها نازل يعني مرتبط بهذا بالشكل لا هو غير كده ان هو ياخد انذار يعني حتى بتشوف في مباريات النادي الاهلي لما موسيماني لعب ياخد انذار وكل لاعب مهم جدا طلعه ما بين داخل الشوط وايمن اشرف بياخد الانذار بيطلع ده بيطلعه من الشوطين عمر جابر خد الانذار يعني حتى عمر جابر لما عمل الفاول الاولاني اللي خد فيه الانذار حتى يعني بكرر جسامه كان خلاص هيعمل فاول وخلاص هو راح واحتك بيه وفضل واقف لغايه ما حد كان خلاص عمر جابر الشوط الثاني طلعه لان وارد جدا في اي لحظه انه ياخد كارت احمر وتخيل انت كده يا ابو علي مثلا واحنا بنتكلم تخيل انا وصلت بيا امبارح وانا بتابع السوشيال ميديا يعني لقيت الناس مبسوطه بطرد عمر جابر ومبسوطه لا قدر يعني بعيد عن كل الناس يخسر شيله تقيله لا مش يخسر يعني لانه كان الاسمين يعني احمد توفيق مع احترامنا كامل ليهم كلاعبين هايلين ورائعين في انديتهم بعاد اهو كابتن لكن لياقتهم البدنيه حتى غلطه عمر جابر او الفاول اللي عمله ده قلة التركيز اي حد لعب كوره هيفهم انا اقصد ايه قلة التركيز وقلة التركيز ده من ضعف طبعا من ضعف طبعا تقول لي من ضعف من ضعف لعيب تعويض طبعا كلكم هو لا هو المدير الفني هو المدير الفني لفريقنا في ربط النقاد وبقالنا 3 سنين بنكسب البطوله عشان بس الناس تبقى عارفه ايه بطوله يا اهدى بس وانا بقعد اتفرج عليكم لا هادي اهو انا هادي انتوا بتروحوا تجيبوا اللعيبه من فرق ثانيه ما هو ده التسويق هو ده التسويق هو ده النجاح بيتابع سياسه النادي الاهلي هو ده النجاح مدير فني هو ده اللي جاي عاوز يعمل ايه قبل ما تبدا الدوره بنوع ده انا هو نتفق على الاشخاص افضل الصحفيين اللي موجودين بيلعبوا كوره بطل عربيه يعني يجيب واحد من الاهرام والاخبار احنا بنعملها ايه يعني المفروض كل جورنال ينزل بفرقه
فعويس يروح جايب ايه؟ يروح واخد افضل لاعب في كل فرقه وراح عندهم فرقه لوحده. بص هقول لك وياخد البطوله. هو عاوز بامانه ما بيجيبش حد يعني. هو الراجل بياخد الفلوس في الاخر والكاس وبيعزمنا مش عارف يكلم وبيعزمنا في مكانه وخلاص بيكلم برده. فانا عايز اقول بس يا كابتن اسلام يعني نقطه, ومش يعني لو خدت بالك من طرد عمر جابر هتلاقي ان لياقته البدنيه ضعفت خالص, وهو نفسه بان ظهر عليه, والفاول اللي عمله ده هو عارف انه عنده انذار ويخش ويعمل يكمل في الكوره بالشكل ده, ده قله التركيز منه ناتج من ضعف لياقته البدنيه. أيوة. احمد توفيق نفس الكلام, جاله كرامب ومسك رجله وطلب التبديل وخرج. فانا كمدير فني انا واقف على الخط عشان برضو كنت بقول ان انا مش بدافع او ضد او مع, انا بتكلم بشكل من اللي شفته. انا كمدير فني واقف على الخط شايف اللعيب بتاعتي او اللعيبه بتاعتي او الاثنين اللي قدامي على الخط الجبهه كلها خلاص وقعت بدني, هنا لازم اتدخل. ما استناش ان اللعيب بتاعي يفقد التركيز. يعني كده حصل بدري كويس ولا وحش؟ لا لا انا مش بقيم هنا وحش ولا كويس. لا أول انا بقول جاوب. لا لا انا بقول يعني ان هو قابلته ظروف صعبه انه اتظلم. يعني هو كويس ولا وحش كده؟ بص بص يا ابو حميد, انا بقول ان هو كان عنده ظروف صعبه جدا في موضوع الكورونا, موضوع ضغط الماتشات, موضوع ان صلاح ما بيجيش. مشكلته هو لا ده الغريب, هو وافق على الكلام ده, هو وافق عشان النادي الاهلي كان مضغوط. لو تديني فرصه اكمل كلامي هريح. انا بس عايز اقول نقطه مهمه, فهو قابل مشاكل وفي نفس الوقت هو عنده اخطاء. لا لا بجد عنده يعني هو قابل واجه مشاكل وفي نفس الوقت هو كجهاز فني عنده اخطاء. أيوه. من ضمن مثلا الاخطاء بتاعته او الحاجات اللي انا يعني ما بقتش مستوعبها, لعيب زي مصطفى محمد انت راس مالك طول الماتش بتحاول تعمل كرات عرضيه او تعمل مرتدات وتعمل كروسات ليه؟ فمصطفى محمد نزل بان ان هو الراجل في الكروسات اكتر من كره عرضيه, طلع هو اللي خدها وطلع كان شكلها شويه برده ما هو بشكل عشان انت اتطرد منك فريق ودينا خلاص ودخل فيه جول. بس لما نزل صنع في صلاح محسن مثلا الجامب بتاعه الكره اللي عملها بدماغه لمصطفى وداه هو الجول, فانت كان عندك حلول بره. عندك مثلا لعيب زي زيزو ومكان ولاي شايف زيزو ما بيعرفش يلعب غير في ناحيه اليمين, اطلع صلاح ونزل زيزو. لا لا انت الراجل في الزمالك ساعات بيلعب باك يمين. لا 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 مش هو لا. اذا كنت عايز تعمل الفكره اللي هو عملها بعمر جابر بالظبط تعملها بزيزو. تعملها بزيزو يلعب تحت صلاح, يلعب تحت صلاح, يعني يلعب تحت صلاح. ده على فكره ثالث وبيكمل وفي نفس الوقت بيعمل واجب دفاع كويس. بال حضراتكم ان الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده انا امبارح بعد ما مشيت بالليل تابعت كل الناس تقريبا نفس يعني نفس الكلام. تخيل حضرتك ان 100 مليون الا واحد هم دول او شايفين الغلط, والواحد ده اللي هو المدير الفني كابتن حسام مش شايف الغلط. هو كابتن اسلام هل انا المسؤول عن ان انا ضم محمد صلاح وزيزو وحسين الشحات في مركز الجناح الايمن وضم رمضان صبحي بس في مركز الجناح الايسر؟ بس رمضان صبحي بس اللي وعندك طاهر محمد طاهر ممكن يعملها وراجع من المنتخب الاولمبي وراجع مع كاس العالم. كهربا ينفع يعملها, كهربا ابراهيم عادل نفسه, ابراهيم عادل على رايك صح, ابراهيم عادل احمد عبد القادر مكسر الدنيا. بس احمد عادل بيلعب 10 او 8 يعني لا مكسر الدنيا كان بيلعبش. انا شايف ان ابراهيم عادل كان افضل عنصر يكون موجود هو طاهر محمد طاهر في الجزء ده. عموما احنا قاعدين في التكييف ويعني هو كابتن حسام اكيد هيقول كده, انتوا قاعدين في التكييف وحاطين ايديكم في الماء البارده. اي مدير فني مش تكييف, ده مش تكييف يا كابتن. بس انا السؤال ال 100 مليون قاعدين في التكييف. هو السؤال اللي انا الحاجه اللي بسالها استغرب, هو احنا كلنا عارفين كابتن حسام وحضرتك تعرفه اكتر مننا, كيف يقبل حسام البدري بفرض لاعب عليه في التشكيل وينزل يلعب يشارك في المباراه؟ لا انا ما اعرفهاش. هو تم فرض لاعب عليه معين؟ طيب هنعرف مين اللاعب اللي تم فرضه عليه للكابتن حسام او على الكابتن حسام البدري, ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نسال الاستاذ محمد من هو اللاعب اللي تم فرضه على الكابتن حسام البدري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ محمد حضرتك بتقول لي ان هناك لاعب تم فرضه على الكابتن حسام البدري في منتخبنا الوطني. تعديها يا كابتن اسلام. لا ما اقدرش اصل دي يبقى برضو ما انا عارف الكابتن حسام كويس فما اعتقد. لا 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 يعني ما احنا عارفينه كويس, ما احنا كنا بنتكلم في الموضوع. انا اقصد مثلا يعني عمر جابر, يعني الكابتن حسام البدري ما كانش في تخطيطه ما لعبوش في الماتش الاولاني وبيلعب عشان خاطر صلاح. هو انتوا حضراتكم كلكم متاكدين من الموضوع ده؟ لا متاكدين. اسال عويس. بص يا كابتن. بص يا كابتن. لا تعليق. طارق حامد مش متابع والله. طارق حامد نتفق او نختلف على حاجات, لكن طارق حامد لما تيجي تقارنه بعمر جابر في الفتره الاخيره كمستوى وكاداء. لا لا طارق في حته وعمر. ما ينفعش طارق افضل بكتير يعني بكتير. ما ينفعش طارق يبقى بره الماتش خالص. مش بره مش بره ده مش بره القايمه. لا بره القايمه طارق اللي رفض. ما هو اصل بص في كواليس كتير قبل الماتش. انا مش حابب ان انا اتكلم فيها لانه الموضوع ده موضوع تاني خالص يعني. طارق حامد مصطفى محمد يعني في خمسه سته كده
حصلت حاجات معينه قبل السيطره على اللعيب. دي حاجه كارثيه برضو يا كابتن. طبعا طبعا. يعني اللاعب لما اقول له اقعد على الدكه ولا لا مش عاوز يلعب يطلع بره، دي كارثه برضو. يبقى كده مشكله مشكله كبيره جدا، والمفروض دي اللعيبه دي بتلعب باسم مصر. بس هو الحقيقه اي حد معدي مع كل الاحترام لكل طريق كان لازم موجود في التشكيل. بس برضو يا كابتن انا ماشي متفق معاك وده صح، لكن هو بيتكلم على ده قرار قرار طبعا يعني بما فيها صح. محمد صلاح لو قال محمد صلاح مش هبدا بيك يقول لا تبدا بيا يا رب ويرجع. لا ما ينفعش هركب هياخد الاتوبيس ويرجع. هذا الطياره بتاع الطياره هو النني ما ينفعش ده كلام. ما ينفعش يا جماعه عشان قال له ان انت مش هتكون موجود في التشكيله الاساسيه. لا بس النني بيقولوا مصاب انا بقول مع فريقه معلش. هو كان بيلعب مباراه وديه تقريبا مع برينتفورد واتصاب والشحات كان عنده شد قبل ما يسافر. حسين انا عارف المعلومه دي. طيب ابو علي مين المدرب الاقرب؟ يعني دلوقتي الكلام كله عن نيلو فنجادة، عن كابتن ايهاب جلال، عن كابتن حسام حسن، من وجهه نظرك عن كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد دلوقتي من الكلام اللي بيتقال ان نيلو فنجادة وكابتن ضياء السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري. ما دي مرحله الشك. هو انا ما دي هتسمع بقى، ما احنا سمعنا الصبح. انت يا كابتن اسلام بقى حدد. انا استاذ محمد انت كل تقول استاذ محمد اسمع ابو علي. انت ابو علي استاذ محمود. استاذ محمود استاذ محمود ابو علي. لا او ممدوح. لا 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 بعيد عن ممدوح خالص. يلا اتفضل. لا انا عايز اتكلم في نقطه عشان انت يعني مش فاهم لحد دلوقتي بجد. نختلف او نتفق على كابتن حسام وبكررها تاني. احنا في اوقات كتيره جدا في تصفيات كتيره جدا صدمنا، مثلا رحنا قدام النيجر اتغلبنا او مش عارف، قدام ناميبيا مره مع كابتن جوهري مش عارف حصل ايه، قدام ليبيريا والجون بتاع جورج وايا اللي مش عارف. احنا دايما من زمان قوي بتيجي بتلعب تصفيات بتلاقي المنتخب وقع منك في ماتشات كده، يعني حتى ماتش غانا انت ماشي زي الفل والدنيا معاك ايه وغالب كل الماتشات وتروح تفوجئ ان انت بتغلب من غانا 6. فانا مستغرب بجد مش 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 ليها تفسير. هل هي التوجه مثلا من الناس اللي موجوده ولا الدنيا حاله غريبه قوي؟ الناس كلها يعني ما اعرفش القصه ليها دخل بيقولوا ان الكابتن، يعني انا قريت على السوشيال ميديا امبارح ان كابتن حسام هو الوحيد اللي قدر يوحد جمهور الاهلي والزمالك. بجد انا على فكره مش بهزر. انا دايما بتكلم في دي، خلي بالك الكلام ده كلام مهم، يعني لازم يبقى يوصل للناس ان في لا ده كان امبارح كانت حاجه صعبه. ده السبب يا كابتن. هو بس يا جماعه بس عشان الكابتن اصله انت ممكن تبص على النتائج هتلاقي الكابتن حسام لعب مع جزر القمر اتعادل. ده انا كنت بتكلم اتعادل. لعب مع كينيا هنا في القاهره اتعادل، كسب توجو رايح جاي بماتشات كده ورجع كسب وتعادل مع كينيا هناك وكسب جزر القمر. بس حقق الهدف. فالحقيقه لا هو مصنف في دول اللي انت لعبته في الماتش. هو انا الحقيقه كنت بسال سؤال تاني، هدف ايه انت بعد ده كفايه؟ يعني كابتن حسام يعني خلاص كابتن حسام تم اقالته، ايه القادم المستقبل يا استاذ؟ خلينا في القادم. انا شايف الاقرب حسب ما قال ان هو نيلو نيلو ده ابو علي. ما احنا قلنا خلاص يا ابو محمود عشان ما اقولش. لا طبعا انا هاخدها يعني لا 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 طبيعي جدا طبعا ان يجي جهاز فني كوفا. انا يعني بفضل المدرب الاجنبي في المرحله دي. فنجاده فنجاده هو اي حد فنجاده؟ لا دلوقتي مفيش غير فنجاده. ماشي فنجاده او ممكن كان في كلام على كوبر الحقيقه، ولكن ارتباطه مع خلاص بقى كوبر يعني كانت تجربه وعمل وما كوبر يعني هوجم في الاخر وهوجم في كاس العالم. كوبر اعتقد مرتبط بعقد مع مرتبط بعقد يعني فانا شايف ان فنجاده طبعا هو يعني اللي يمر على الاقل بيك المرحله دي ويبقى معاه مدرب مصري ايا كان المدرب المصري اللي موجود. كان في اقتراحات ان مثلا فنجاده يبقى مستشار فني ومعه اي حد يبقى مدير فني، يعني ممكن يبقى حصل بدري مع لا ممكن يبقى معاه كابتن حسام حسن مدير فني وهو مستشار فني، ايهاب جلال وهو مستشار فني، يبقى في استشارات فنيه. وده على فكره دي موجوده في منتخب ايران لما كان كروش ماسك استعان بفنجاده كمستشار فني معاه واستدعاه ونزل معاه الملعب. يعني مش هتبقى بدعه عندنا، يعني موجوده متاحه، بس في مدربين مصريين ما يقبلوش بهذا. كنت هقول لك مين اللي هيقبل. لا في مدربين مصريين ما يقبلوش بهذا. لكن فنجاده ومع اي حد يعني وجهه نظرك انت يا استاذ محمد. انا من وجهه نظري ان فنجاده ومع اي حد من الصف الثاني من المدربين يقدر يقود المهمه. انا مش مع، يعني انا شايف ان الدنيا ماشيه كده. التوجه اللي انا شايفه معلوماتي من جوه الاتحاد او الكلام اللي بيتقال ان الاقرب نيلو فنجاده ومعاه الجهاز المعاون اللي هو الاسماء اللي اتسربت او الاسماء اللي طلعت، ودي على فكره الاقرب. لكن انا وجهه نظري لا، في اسماء كتيره جدا تستحق، وعندي معلومه يعني ان في اسماء اطرحت اوريدي زي كابتن علاء ميهوب على فكره اسمه اطرح بقوه، وحد يعني
خلى او بعت زي ما بيقولوا كده فنجده ما اسم اتطرح قدامه او كلام اتقال، سال مستر مانويل جوزيه على كابتن فنجده هنا فنجده هنا فنجده كان فنجده إيه؟ الاقرب لا فنجده كان ايه هنا وهو بيطرح الاسم قدامه، مستشار مدير فني اتحاد ولا مدير فني منتخب؟ انا بقول لحضرتك القصه كلها رايحه في سكه نيلو فنجده وهيبقى معلم. كمل لنا قصه كابتن علاء. اللي عرفته والمعلومات اللي عندي ان الراجل من ضمن الاسماء اللي طرحت اسم الكابتن علاء، وشاف في السي في بتاعه ان هو اشتغل مع مستر مانويل، وعرفت انه سال مستر مانويل عليه، ده من ضمن المعلومات اللي جات لي. في كابتن دياز السيد اسمه مطروح بقوه، في زي ما سمعنا برضو كابتن محمد شاوي اسمه مطروح بقوه، في اسماء كتيره مطروحه، بس انا المعلومات اللي جايه لي ان نيلو فنجده هو الاقرب لقياده منتخب مصر. حكيم، مجرد طرح اسم فنجده اسمه هزار مع كامل الاحترام. هو اصلا اخر مره اشتغل، هو اصلا جه ليه اخر مره اشتغل؟ هو اصلا جه ما دام هزار بهزار والله. طب هو كان جاي ليه؟ هو ما هو كان كابتن حسام البدري لما مسك مدير فني منتخب مصر كان اخر، كان بقى له سنتين رئيس نادي، كان بقى له سنتين رئيس نادي. تمام، مش مختبر انت جيت في دي. هو كابتن حسام ده كان مجاوه صح؟ احنا بنتكلم مجاوه كان خطا، احنا بنتكلم في دلوقتي انا شايف ان طرح فنجان خطا. بس في نقطه يا كابتن، حضرتك كنت لعيب كوره كبير، لازم تجيب مدرب اللعيبه تقتنع بيه انه مدرب. وانا فاهم الكلمه اللي بقولها، اللعيب لو ما اقتنعش بالمدرب ان ده مدرب كبير، خصوصا انت عندك لعيبه مصنفه، ما ينفعش. انا وجهه نظري يكون مدرب اجنبي ومش فنجاده. لا ما هو فنجاده حل مؤقت. ما هو كده فنجاده لو جه مؤقت. انت عندك ماتشين 7 اكتوبر و11 اكتوبر مع ليبيا، احنا النهارده شهر، فانت مش هينفع تجيب مدرب الا بقى لو جبت حد كان درب في مصر قبل كده، فايلر زي ما اطرح اسمه. انا شايف حاسمين يعني، وماتشين حاسمين، لانه ليبيا هي اعتقد انه بكره ليبيا هتلعب انجولا، الماتش هيحسم بشكل كبير مين اللي هيكمل معانا في المنافسه للاخر. يعني التعادل بتاع مصر مع الجابون طلعها على الجابون، هو هدف الحمد لله يعني حفظ ماء الوجه، بس خلص. وانه خلص على الجابون طلعها من المنافسه. ليبيا بكره لو حققت نتيجه ايجابيه مع انجولا، فالماتشين بتوعنا معاهم الرايح جاي في شهر اكتوبر هم ماتشين حاسمين. بس ليبيا لسه هتلعب بكره، واحنا لعبنا من 3 ايام. انت اللي بتحدد، والماتش الدوله هم الجابون، الجابون اللي حدده. الجابون اللي حدده، انت عندك بيدوك 3 ايام تختار. الجابون اختارت اول يوم، وهم اختاروا اخر يوم من 5 لـ7 مثلا. انت زي مثلا تونس هتلعب يوم 7. انا وجهه نظري انه الجهاز الفني، اعتقد يعني على حسب معلوماتي، نيلو فنجادة مدير فني، سامي الشيشيني مدرب عام، محمد شوقي مساعد مدرب، عصام حضر مدرب حراس مرمى، ويبقى الجهاز الاداري. هل هيبقى بقياده محمد بركات زي ما هو ولا هيبقى في تغيير؟ لسه. والجهاز الطبي زي ما هو بقياده الدكتور محمد ابو العيد. الشيشيني ده يعني معلومه ولا توقع ولا ترشيح؟ اعتبرهم الاثنين نظام في خلاط. بس انا يعني الشيشيني دايما، الشيشيني خد تجربه كانت الاخيره مع اسوان، وقرر بعدها ما ياخدش تجارب تدريبيه تانية يعني. لا بس ده منتخب مصر، مش عارف ده منتخب مصر لما يستدعيك يعني ان انت تبقى موجود. طبعا الشيشيني من الناس المميزه كده، المدربين كويسين، مدربين كويسين وعينه حلوه في الكوره حقيقه. عموما منتخبنا الوطني او منتخب مصر هو منتخب كبير يستحق مدير فني كبير الحقيقه. طبعا. يعني لانه طبعا. احنا دلوقتي في وقت صعب جدا وداخلين على مباراه، الله يكون في عون الناس اللي بتختار، لانه فتره صعبه جدا، واحنا منتخب كبير عايزين. لا وبعدين انت منتخب كبير، انت اخر كاس عالم، انت مشارك في كاس عالم، اخر كاس امم، انت بتلعب نهائي. فانت يعني دي معطيات يا كابتن، خلي دي معطيات. اي مدرب اتكلم، اي مدرب هيقول لك اهلا وسهلا. اسف انا الجابون محمد صلاح مع المنتخب كان بيلعب كاس عالم، اخر كاس عالم كان اخر بطوله افريقيا اللي هي مثلا. والجيل اللي موجود يا استاذ حكيم، الجيل اللي معاك عامل ازاي؟ السكواد نفسه عامل ازاي؟ هيقعد معاك على الترابيزه ويتفاوض. يا كابتن اسلام، احنا في 2017 وصلنا المباراه النهائيه، كنا بنلعب براس حربه عمرو ورده. بعد اصابه مروان محسن ما كناش لاقيين راس حربه. لما مروان طلع، لما مروان لعبت كهربا كهربا المغرب، وكهربا توقف انذارين، فلعبنا الماتش النهائي مع عمرو ورده راس حربه. انت مش مكانه يعني، انت امبارح تقليلا منه. انت امبارح عندك محمد شريف راس حربه متميز جدا، عندك مصطفى محمد، عندك صلاح محسن، عندك بقى عد في الاجنحه، اقعد عد كده وانت محمد مهاجم في مصر. حسام عندك. اذا احنا ما عندناش مشكله في اللعيبه، احنا ده مشكله كان في الحمد لله مصر حاليا عندها جيل من اللعيبه. لا الناس كلها عندك جيل انت مميز انت في كل المراكز. ايام كوبر، ايام كوبر لما كان بيبقى موجود كانت الناس بتختلف شويه على ايه، على اسلام، على احمد، على محمد، يعني بتلاقي دايما الاختلافات. ما كانش عندنا مهاجم. لا كنت دايما بتلاقي الاختلافات ايه، مش واحده. لكن انت دلوقتي، انت بعد ماتش انجولا وبعد ماتش اللي فات ده، يعني مصر كلها بتتكلم على لعيبه بعينها. وهي كابتن انت عارف خارج كابتن، فواضح ان ده خطا واضح للجميع. بتتكلم على الارهاق 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 الارهاق، وبتلعب 7 اهلي اللي هو اكتر فريق اوريدي ارهق في مشواره، وان انت وافقت
ووافقت ان هو يتم ارهاق على جدا ارهاقه. اللي انت وافقت. عموما هنكمل كلامنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في هذا الامر. وكل مدرب جه بالظبط علشان ايه نتكلم بعد المدرب الجديد ده هنعمل معاه ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي، وان شاء الله الامور تبقى احسن. وبالفعل منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدير فني كبير. انا بشكرك جدا استاذ محمد على وجودك معانا. شكرا ابو علي على وجودك معانا. شكرا حكيم على وجودك معانا. شكرا عويس على وجودك معانا. انا موجود على طول. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه هامه جدا في البيت الكبير. استنونا بكره ان شاء الله. طبعا كالعاده هنرجع في تمام الساعه 10 النهارده، بس اللي كان الساعه 11 بكره ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 ان شاء الله. اشوف حضراتكم على خير. صباح الخير.